سعيدا بلقياكم متتبعي متتبعات ماروك سبور 24 قهوة رياضية مع الجالية، برنامج حواري كنتناولوا فيه جميع المواضيع اللي كتشغل الحقل الرياضي. اليوم ان شاء الله عندنا محاور مختلفة، من جملتها بطبيعة الحال الرجاء، تتويج الرجاء من قطر ومن الدوحة، سوبر كوب ديال الرجاء. غادي نهضروا على لقاءات ديال يوم الاثنين لان البطوله تاجلت المباريات ديالها، ومن طبيعه الحال غادي نهضروا على الميركاتو وما ادراك ما الميركاتو. واخا غادي ان شاء الله نحاولوا نتصلوا بالاخوان ديالنا اللي غادي يناقشوا معنا هاد المحاور هادو. نشوفوا السي بن يحيى مدينة الأضواء باريز، والسي محسين غادي يكون معنا، السي عمر والسي رشيد، السي محسين، السي بن يحيى أهلا وسهلا. أهلا وسهلا السي كريم، مساء الخير. مساء الخير السي محسين، السي رشيد، كل مستمعي وراديو ماروك سبور 24 بوشنطن، مع الأخ ومقدم الرائع السي كريم. بارك الله فيك السي بن يحيى من باريس. السي محسين الرباط اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي كريم،
تحية ليك وتحية للسي بن يحيى وتحية للسي عمر وكذلك السي رشيد والإخوة اللي غيلتحقوا بنا من بعد، وتحية حارة لكافة المتتبعين ديال مارو سبور 24، وتحية لكافة المتفاعلين مع هذه القناة التحفيزية. مرحبا مرحبا السي رشيد، كنرحبوا بك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي كريم، اهلا وسهلا سي محسن وسي بن يحيى، واهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. وكنتمنى في هذه الحلقه اننا نكون قدمنا نقدموا الاضافه ونساعدوا للراي العام ان شاء الله والمتتبعين الكرام، ونعطوهم اخبار الجديده وكما عودناهم بعض الاخبار الحصريه في نهايه الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله غادي يلتحق بنا السي عمر بوزيتون عن جريده ديربي فوت بعد قليل، ريتما يوجد الاخبار ديالو وان شاء الله غنناقشوا معاه عده مسائل، لانه هاد نهايه الاسبوع كان الرواج في الكواليس اكثر ما كان في الميادين. المهم نتوكلوا على الله، يا بسم الله نشوفوا. بالنسبه ل يوم السبت كانت يوم جمعة كانت مقابلة ديال الرجاء البيضاوي بطبيعة الحال، الرجاء سوبر كوب ترجي في الدوحة، مقابلة اللي رجعتنا ل 15 مارس 1999، الرجاء في نهار رمضاني بالنسبه للكوب للتشامبيون ليغ، فينال ديال التشامبيون ليغ، الرجاء دات 0-0 في الدار البيضاء وكان لازم عليها باش تجيب الرباح من تونس مع فريق ترجي انذاك اللي فريق كبير، وكان واحد 8 ولا 9 ديال اللاعبين في المنتخب التونسي. تونس والترجي اعدوا العده وكانوا مقادين الامور باش 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 ترجي تدوز اول مره للتاريخ تدوز الكاس العالم وموجدين، وكان الرئيس بن علي انذاك وسي ما كنتذكرش الاسم ديالو اللي كان هو رئيس ديال الترجي، نقدر اذا تذكرتو غادي نقول لكم، كان هو نائب الرئيس ديال الدوله وكان هو رئيس ديال الترجي، وكنعرفوا القوه اللي كانت عند هذا الرجل هذا زينون ولا زي، المهم ما عقلت على الاسم ديالو، يعني موجدين كل شيء باش 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 يفوزوا باش يدوزوا الكوب دي موند اللي دازت في البرازيل 99، ولكن الرجاء كانت لها كلمه اخرى بعد ما بعد دقيقة 13 ولا كنظن ولا 20 كان طرد ديال 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 جريندو وتعطات ضربة جزاء خيالية وخرجوا لهم كابيتان طبيعة الحال، وكانت واحد الفوضى كبيرة لأن الأربيط يعني حاول هذاك العرس أنه ولكن الرجاء بالرجال ديالها قدروا انهم يوصلوا حتى للبيلانتيات وبيلانتيات، المهم يقدروا يتذكر معايا الجمهور، يعني كانوا لاعبين مثل زكريا عبوب 17 18 سنه، كان السفري واخا ضيع ضربه جزاء ولكن عبوب 80,000 ديال الجمهور، طفل اللي بغينا نقولوا في مقتل العمر 17 سنه 18 سنه كي ماركي، في حقيقة كانت ولا في الأحلام، لأن كان واحد فينال ولا في الأحلام باقي كنعقل عليه، كانت رمضان وكانوا الدراري صايمين وكان التوانسة كلهم شاحطين هذاك النهار، المهم يعني تغلبنا عليهم والحمد لله، كانت دخلات الرجاء في التاريخ، والرجاء دائما في التاريخ بطبيعة الحال، إذن التاريخ يعيد نفسه بعد 20 سنة، مارس عاوتاني كيجي السوبر كوب قطر، والرجاء عاوتاني كتبين على القوة ديالها في المقابلات ديال الفينال. واخا نبداو مع الإخوان ديالنا، هذه غير مقدمة مختصرة على هذه المقابلة هذه، وعطينا شوية تاريخ شوية ديال المقابله ديال، حاولوا تبارطاجيو الاخوان لان بزاف كاين واحد البوغ
في الفيسبوك، وراه بزاف الناس ما كيتوصلوش بلي نوتيفيكاسيون ديال الفيسبوك، اذا رايت ما يلتحقوا بنا الاخوان. واخا كيفاش بالنسبه لكم انتم الرجاء جوج لواحد مقابله كبيره بحضور جماهير غفيره، ملعب الغرافه ملعب جميل وجميل جدا، واخا الاربيط هو كان يعني تا هو محفحف، والفار وما ادراك ما الفار، تا هو ديما كنقولها ما عرفش انا هذا الفار هذا شنو هو، يعني واش غعياقه واش دايرينو غديكور واش غنناس داروا حتى حنا بغينا نديروه الا ما كناش غنستعملوه. المهم غنناقشوا هاد المسائل هادو. نبدا مع السي بن يحيى، كيفاش شتي الا تفرجتي في المقابله، كيفاش شتي المقابله ديال الرجاء السي بن يحيى؟ هي في الحقيقه كما قلت يعني عادتنا الذاكره للوراء الى سنه 99 اللي شفنا ديك المقابله كيفاش كانت وكيفاش كان الطرد وكيف كان الحكم كيفاش بغى يقصي الرجاء، ولكن كانت الطف الالهيه هي اللي كان خلت الرجاء تفوز انذاك على الفريق التونسي. ولكن يوم الاول امس كان يعني فريق الرجاء كان فريق قوي، كان صراحه يعني قوي في كل يعني من في الدفاع في الحارس يعني من الوسط الميدان والهجوم، قدموا عرض كبير وكبير جدا وعطاو درس يعني كبير للفريق التونسي اللي كان في الحقيقه ممكن كان عنده شويه الغرور ان غادي يفوزوا على الرجاء، لان ما شافوا يعني بعد الازمه اللي كانت تاتيها الرجاء من قبل يمكن اعتقدوا ان الفوز يعني فازوا قبل ما يلعبوا المقابله، ولكن منسوا بان الفريق الرجاء دائما فريق يعني فريق عالمي في الوقت اللي كتحتاج فريق الرجاء كتلقاه موجود. وبالامس يعني اول امس عطانا واحد 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 يعني واحد منتوج كروي رائع جدا، كان شرف كبير للمغرب وللجماهير المغربيه والرجاويه بصفه عامه. يعني تويج يعني جاء كاس جديد للخزينه الوطنيه، ويمكن هذا التويج الثامن الافريقي بالنسبه لفريق الرجاء، شيء رائع جدا. تبارك الله على فريق الرجاء، قدموا لنا مقابله كبيره ورجعونا يعني ديك يعني الهزائم اللي احيانا كانت دائما كنتلقاوها مع الفريق التونسي، واخر هزيمه اللي كانت الرجاء مع النجم الساحلي في يعني في العصبه العرب. والرجاء صراحه يعني وكان الملعب جميل وكان الجماهير الرجاويه حاضره والجماهير المغربيه بصفه عامه، لان هذه المقابله كانت مجيء المغربي يعني 100%، وكان صراحه مقابله في مستوى العالي. واخا سي رشيد، ما رايك في المقابله؟ كيف تقدر تقيم لنا الاداء ديال النسور؟ بالنسبه للمقابله فالجميع كان كيدرك ان اللقاء ما غاديش يكون سهل للرجاء الرياضي، وخصوصا بعد السوء النتائج اللي كانت كترافق الفريق والاقصاء اللي كان من الكاف. الجميع كان كيعد العده باش يحتفل باللقب من اجل الترجي التونسي، وخاصه الاشقاء التوانسه والمحبين ديال الترجي ولا المسؤولين، وهذا الشيء لمسناه من خلال الاحتفالات اللي قاموا بها وحجز الفندق والقاعه من بعد اللقاء، يعني كيف ما كنقولوا باللغه المغربيه مسبقين الفرح بالليله. اللقاء تلعب على جزئيات بسيطه، ان الترجي معروف في الاداء ديالو انه كيحاول انه تكون عنده واحد نسبه الامتلاك اللي امتلاك الكره اللي كبير. هذا المعطى ما توفرش لي في هذا اللقاء، لاننا تقريبا منذ 10 دقائق الاولى في الشوط الاول ما شفناش الترجي محتاك الكره، شفنا الرجاء الرياضي ان اللاعبين محتاكين الكره، ان الفرص من فريق الرجاء الرياضي كتضيع بواحد السذاجه اللي ما كيتقبلهاش العقل، لان لا شفنا الفرصه ديال بن لا شفنا الكره اللي ضيع بن حليب، ولا شفنا الاهداف اللي ضيع الرحيمي. يعني راه كان غيكون الشوط الاول بواحد النتيجه ديال 4 أهداف الى 5 أهداف لصفر، يعني غتنتهي المقابله في الشوط الاول. الرجاء لعب بذكاء، لعب على نقاط ضعف ديال الترجي، خلاهم هما يجروا ورا الكره، خلاهم يعتمدوا اللاعب الطويل، وهذا اللاعب الطويل ما غاديش الكره الطويله يعني التمريرات اللي في الحق ما غاديش تفيدهم بتواجد بانون والورفلي وبتواجد واحد الحارس اللي متميز سميتو زنيتي. ملخص اللقاء نقول ان الرجاء الرياضي استحق الانتصار، استحق اللقب عن جدارة واستحقاق، فاز باللقب اداء ونتيجه. تحيه للجمهور اللي مشى من المغرب يساند الفريق ديالو، تحيه للجاليه المغربيه اللي كاينه في قطر اللي دعمات، وتحيه لبعض الجاليات العربيه اللي دعموا الفريق،
واللي كيهمنا حنايا هنايا هو ان التتويج، الحلاوه ديال التتويج، ان الوداد، ان الوداد الرياضي دا اللقب داك العام، واللقب ما خرجش من مدينه الدار البيضاء وبقى فيها وبقى للمغرب ان شاء الله، ونتمنى هذا اللقب يبقى للعام الثالث ان شاء الله. ان شاء الله. سي محسن، بالنسبه لك كيفاش شفتي المقابله؟ اولا اخويا كريم، تنهنئوا الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي بهذا التتويج بسيتر كوب. كنظن التتويج مستحق اخويا كريم، الا جينا عطفا على المجريات ديال المقابله فهو التتويج مستحق. شفنا اللاعبين ديال فريق الرجاء كانت عندهم واحد الرغبه كبيره باش ينتصروا. فريق الترجي شفنا انه كان مستصغر فريق الرجاء، ربما لان شاف فريق الرجاء خرج من دوري المجموعات ديال لاكاف، فشفنا ان الفريق ديال الترجي كان هنالك بحال كان حاضر فريق الرجاء، حتى في التدريب ديالو كانوا مفتوحين، احتفالات قبل ما تلعب المقابله، يعني كانوا بحال ضامنين انهم غيفوزوا على فريق الرجاء. فتنظن ان فريق الرجاء اللاعبين تقاتلوا وتستحقوا هذاك الانتصار، وخاصه اللاعب الحافظي، اللي دار واحد المقابله كبيره، لان كان هو اللي كيغولونسي لاطاك، لان كانت لقيته اللي غنرجعوا للحافظي، غنرجعوا ليه لان عنده، كنا كنتمنوا ان الاصابه ديالو ما تكونش اصابه بالغه، ولكن من المصادر ان من قطر، من الدوحه، ان غادي يقوم بعمليه جراحيه، ولا سيزون ديالو سالات. دوماج بالنسبه لهذا اللاعب اللي الله بدا كيرجع. واخا كمل السي محسن، كمل. وصراحه كنحييو اخويا كريم، كنحييو كافه الجماهير، لا الرجاوي اللي تنقلوا ولا الجماهير ديال المغربيه اللي كاينه في قطر ولا من الدول العربيه كما قال رشيد، وكذلك الجماهير الوداديه اللي شجعوا فريق الرجاء. انا باش نعرفوا، لان راه ملي كيكونوا الانديه المغربيه فراه ما تيبقاش هذا ودادي ولا رجاوي ولا البركاني ولا مثلا حسنيه تكادير، فتيبقى الدرابو ديال البلاد. فتنظن ان الدرس المستفاد اخويا كريم هو ان الانديه التونسيه راه حتى شحال هذه كانوا كيربحونا، لان حنا كنا كنستصغروا راسنا وكانوا كيستافدوا حتى التحكيم، لان شفنا فريق الرجاء راه ملي مشى وقلب على الكاس راه فاز بها، لان شفنا الترجي فريق صراحه اللي فريق تقريبا اش نقول لك بهذيك لا ديفونس اللي عنده. انا كنت كنتمنى اخويا كريم في الدوزيام ميطون كونتخ لياجور كان صراحه غير يريح فريق الرجاء البيضاوي بهذوك الفرص اللي تاعهم، وكذلك هذيك ما نقدروش نقولوا كونتخ لياجور. دابا المدرب هو يعني ربح، مع زعما كتقول برافو كون مثلا الله يحفظ كانت شي نتيجه اللي ماشي هي هذيك اللي غتقول، هذا ما تقول. لا تنقول لك زعما في الدوزيام ميطون اخويا كريم، لان بحال لاعب بن حليب عيا، وحتى الاداء ديالو ما كانش واحد المستوى كبير. فتنظن كون كان لاعب ياجور كان يقدر يريح فريق الرجاء، لان كانوا لي زيسباس بين هذا بين لي زارير ولاكس ديال لا ديفونس كانوا بزاف، وحتى لي ديفونسور ديال لاكس ولا لي زارير تقال، وكانت واحد الوقيته ربما حتى المدرب اخويا كريم كنا كنلوموه بزاف وداك الشيء. ولو انا كتعرف الراي ديالي في كالديرون، راك عارف ربما تنقول لك ديما انه مدرب اللي بالنسبه لي انا ماشي مدرب كبير، ولكن في هذيك المقابله القراءه ديالو كانت جيده، لان اهم حاجه هو عارف. دابا هو عارف شنو هذا، راه كان هو المدرب ديال الاهلي، راه هو عارف يعني هاد العام اللي فات راه كانوا قصاوه، هو عارف يعني القراءه ديالو كانت جيده. هو اهم حاجه اخويا كريم اللي دار وكان ذكي، هو دار ذاك البريسينغ العالي، ما خلاش اللعابه ديال الترجي انهم يبنيهم لا ديفون، لان الرجاء حتى اللعابه ديال الرجاء بدنيا بانوا مزيانين. لا هو شوف بدنيا بانوا مزيانين، وحتى الرغبه، ديال اللاعبين اخويا، الرغبه ما كتعني والو الا ما كنتيش بدنيا مزيان. حتى انا الرغبه ديالي ما كرهتش نتهز ونضرب كوت سيزا، ولكن واش بدنيا؟ لا كريم، شوف منين تدخل بواحد الرغبه كبيره، راه هذيك حتى هي راه كتشكل لك واحد الحاجه. والله يهديك السي محسن، والله يهديك. الرغبه مزيانه، ولكن لا فيزيكمون ما كنتيش، راه دماغك كيقول حاجه والجسد ديالك كيقول حاجه، راه متفق معك. راه كتكون لعبها في الدرب، مع هذا، والرغبه ديالي ان الماركي وانني نربح، ولكن راه حنا شفنا يعني المشاكل اللي كانت عند الرجاء من قبل، اللي كان بدنيا ممكن بزاف ديال الماتشات وهذا، ولكن
يعني المقابله ديال الترجيره، ترجيره ماشي 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 فريق سهل. راه ما ننساوش بان ترجيره عندهم لعابه اللي في المستوى العالي، راه لعابه 3 المليار 4 المليار. هذاك الايفواري راه دابا طالبين فيه 8 20 مليار 15 مليار. اذا ماشي لعابه اللي هما عاديين باش نكونوا واقع. هو شوف كريم، لا هو كريم شوف، الفريق ديال الترجي عنده بعض اللاعبين اللي في المستوى مزيان، منهم اللاعب الجزائري اللي كان دخل كاحتياطي، وكذلك اللاعب اللي ملعب الشمام اللي هو لاعب جيد. فحتى اللاعبين ديال الميليو عنده لاعبين جيدين في الهجوم. المشكل ديال الترجي هو ان لاكس ديال ديفونس ولي فارير كانوا ضعاف. يعني بطل العصبة، واخا بطل شوف كريم، واخا بطل العصبة شوف حنا، ودابا حنا ملي كنربحوا راه حنا اللي ضعاف، ملي كنخسروا راه ما يمكنش. لا ما تنقولش. المهم تاكتيكمون كيفاش المدرب قدر يوقف الرجاء البيضاوي هو اللي سهل ماموريه على هذا. نكونوا كريم غير باش نوضح، شوف كريم غير باش نوضح هذه النقطة، انا ما تنقولش فريق الرجاء كان ضعيف ولا فريق الرجاء كان مزيان. ما قلتيش فريق الرجاء ضعيف، قلتي الترجي اللي ضعاف، وراه بطل افريقيا بطل افريقيا ترجي. قلت لك اخويا كريم اللاكس ديال لا ديفونس ديالهم كانت ضعيفه، علاش نكونوا واضحين؟ اللعابه اللي تشامبيون ليغ، راه هادشي اللي بغيت نقول لك، راه دات تشامبيون ليغ بعد لاكس، واخا تنساها لان شوف خويا كريم دراك المجموعه وتقدر الدوري التونسي. كريم شوف. انا بالنسبه ليا فريق اللي قوي، فريق اللي قوي اللي خسر في مصر وجا لتونس وربح، وراه شفنا المقابله ديال ذاك العام كيفاش ربح تشامبيون ليغ. شوف تنقول لك واحد القضيه، شوف شي السنه الفارطه كون مقلب نظرتي مدرب فريق ديال الوداد الرياضي اخويا كريم، كانت الوداد ديال عصبه، لان المستوى ديال الترجي. شوف ما تدخلش، الله يجازيك بخير السي محسن، ما تدخلش معايا في هاد الحوايج هادو كون وكذاك شي كون. خلينا نحلوا حنا المقابله ديال 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 الترجي. ترجي جاي راه كانوا عندي لي ستاتستيك ان اللي كيدي العصبه واحد 90% كيدي السوبر كوب. يعني هذه راه وقعت الا مرتين فاش داتها الماس وداتها فريق اخر ما عقلش على الاسم ديالو، والرجاء دابا لاول فريق كيتوج بلقب خارج القاره الافريقيه. ولكن خويا كريم غير واحد القضيه، عرفتي علاش كان هذاك الاستثناء بزاف؟ اولا لان الفائز باللقب ديال العصبه باش نكونوا منطقيين كيكون اقوى، ومساله اخرى كيستافد حتى من الارضيه ديال الملعب ديالو، يعني كيلعب في الملعب ديالو. هذا حتى هو كان كيعطي واحد الحضور كبيره. فدابا ملي ولات كتلعب خارجيا مزيانه كتولي الحضور تقريبا واش غادي تبقى ديما ولا هذا الله اعلم، غير هي عادي. المهم هما يعني داخل في اطار اللعبه، وهما اتفقوا باش يتلعب في قطر. مزيانه لينا حنايا، الرجاء جابت لقب اللي ما احوجنا لهذ الالقاب يدخلوا للخزينه، ودائما لما لا بركان حتى هي العام الجاي، ونكونوا دائما هذا يبقى يدور عندنا، يدير طواف المغرب هذا الكوب هذا يدورها عندنا، يطلع للشمال الشرق لما لا طنجة حتى هي يدوز عندهم يضرب شي دويره يهبط لكازا هذا، وحنا بخير وعلى خير. المهم يبقى عندنا واخا بعد المقابله. المهم انا بغيت غير ناخذ الاراء ديالكم بعجاله، وباش باش نهضروا شويه على المهم بالنسبه لصاحب الجلاله. يعني كان عيط لفريق الرجاء وهنئهم على هذا التتويج ديال بهذا الكاس سوبر كوب اللي بصراحه، وشفنا الاحتفالات وشفنا هذا، يعني هادشي الحمد لله كل عام دابا ولينا كنشوفوا هاد الحوايج هادو، وهادو راه هادشي كلشي كيعطي واحد الصوره جميله بالنسبه للبلاد ديالنا، وتا بالنسبه للمارك باش تماركوتي واحد البلاد ديالك، وهذا راه واحد الصوره جميله. تا بالنسبه للعابه، اللعابه غيبغيو يبداو يجيو ما يلعبوا في المغرب، يعني الجمهور، يعني شفنا جاليات مختلفه كتفرج في فريق مغربي. اذا هذا الشيء كله بالنسبه لي مزيان. كنا نتمنوا ان الاصابات ما يكونوش، ولكن هذه كره القدم كتلعب بحال هكا، اذا ما عندنا ما نديرو، غنشوفوا في الايام القليله اشنو غادي تعطي هذا الشيء. واخا
ندوزوا المحور الثاني، الاخبار ديال البطوله. القسم الاول عرفنا بان البطوله تاجلت، يعني تاجلت وغادي تلعب اثنين وثلاث والاربعه. لقاء ديال الوداد غدا ان شاء الله مع الحسيمه، ما هي القراءه الاوليه ديال اللقاء وتوقع ديالكم النتيجه؟ المهم نشوفوا حنا الاخبار اللي كاينه بالنسبه لهاد المسائل. واخا نبداو بالسي محسن، سالينا معاك ونبداو بك سيدي، ماشي مشكل. ما رايك السي محسن؟ هو السي كريم، المقابله ديال غدا مقابله صعيبه لا للحسيمه ولا فريق الوداد الرياضي، لان فريق الحسيمه الى مشى تخسر راه كنعرفوا كيحتل المرتبه ما قبل الاخيره، وعنده لقاء مؤجل مع الرجاء، يعني حتى هو ماتش صعيب. فتنظن الى خسر وفريق الكوكب عنده ماتش نهار الاربعاء، الى ربع راه غيولي فريق شباب الريف الحسيمي غيولي هو الاخر، دونك عنده ما عندوش مجال الخطا. كنعرفوا حتى المدرب ديالو كيضرب بن علي، كانت واحد الازمه اللي ربما مع المسيرين ديال فريق الحسيمه، ربما كان كيدعي المرض او ما كيدعيش، والمسؤولين ديال فريق الحسيمي ربما كانوا كيشوف انه راه كان كيدعي بانه غير يتمارض على الفريق. دابا راه المدرب انه رجع، وفريق الحسيمه راه غيدير كلشي باش انه ما ينهزمش هذيك المقابله، لان دار كلشي، راه كلشي اللي مريض كيصح، واللي جراو عليه كيرجع، واللي ما مخلص كيتخلص. ومني كتكون مني كتجي الوداد راه الفرق هذو راه كلشي كيتخلص، كلشي بخير وعلى خير، والمدرب حتى هو رجع مزيان. زيدي حنا غنشوفوا هذه المقابله ماشي سهله، يعني مقابله صعيبه، ولكن الوداد غادا تمشي نهار الاربعاء، غادا تسافر باش عندها ماتش ديال العصبه يوم السبت. اذا هذا الاسبوع بالنسبه لفريق الوداد يعني عنده غير الحوايج. وي غير 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 فريق الوداد، كنظن انا كنظن ترى ما نسمحش ليه لا اقل نتيجه هي هذا خصو انتصار. دونك غدا ما نسمحش ليه بالتعادل ولا باي نتيجه من غير الانتصار، خاصه اخويا كريم من بعد انه ضيع نقاط سهله في المقابله ديال الفريق المؤجله ضد فريق الدفاع الحسيني الجديدي اللي تلعبت نهار الاربعاء، لان كان الشوط الاول كان يحسم المقابله، كان تراخي ديال اللاعبين، وشنا في الشوط الثاني انه كان غيدفع الثمن ديال هذاك التراخي، وراه دفع الثمن لانه ضاعوا ليه جوج نقاط اللي مهمه. فتنظن غدا اخويا كريم كنظن نسبة كبيرة غيكون واحد الضغط كلي على فريق شباب الريف الحسيني، وفريق الوداد فتنظن انه فافوري ان شاء الله غدا، انه ربما غينتصر بهدفين لصفر او لا. واخا نشوفوا السي رشيد، ما رايك مقابلة ديال غدا؟ مقابلة الوداد والحسيمة كما كان الى كتفكر السي كريم، هذه المقابلة هو اللي كيتسموا عندنا بالبراج، يعني مقابلة سد، ما كيبقاش مسموح بالخطا بحكم ان الوداد كيسعى حاليا باش انه يحسم الصداره ويحسم اللقب، ويخلي حتى المطاردين اللي كيتبعوه يملوا ويامنوا بان اللقب هو في حوزه الوداد، وهذا غيسهل عليه الماموريه من جهه. ومن جهه ثانيه اننا كنعرفوا ان الحسيمه كيتخبط في مؤخره الترتيب، وعنده مشاكل كثيره، منها كان عنده واحد الخلاف مع بين المدرب والمساعدين الاسبانيين ديالو، اللي كان وقع واحد سوء تفاهم، ان واحد المساعد طلب واحد التغيير وما تقبلوش بن علي، ونهار الاخر فاش بغاو في المقابله الاخرى فاش يسافروا تفاجئوا بان هذا المساعد حط واحد الشهاده طبيه للاداره ديالو. بن علي انه فرضوا عليه واحد المساعد اخر، هو ما بغاش، حاول انه يفسخ التعاقد، لكن العائد الشرط المادي اللي بين الفريق وبن علي كان كبير، اللي خلاو المسؤولين النادي الحسيمي انهم يتراجعوا ويتشبتوا ببن علي حتى يكمل الموسم. بالنسبه لهذه المقابله كتلعب على جزئيات بسيطه، بحكم ان الفريق ما يمكنش ليه يفقد اي نقطه، خاصه انه كيلعب على تفادي النزول، وهذه مساله اللي كانت خطيره، لان كيلعب على اقل الاضرار كيلعب على نقطه. وبصفه عامه هذه المقابله اللي غتكون صعبه جدا، لان فاش كتلعب على فريق ما عندوش حلول، عنده حل واحد
هو انه يذبح يا اما يتعادل، ما يخرجش بصفر نقطه، خاصه هو يخرج يا اما بنقطه يا اما بلا. واللقاء غيكون صعب 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 جدا على الطرفين. اللقاء غادي يكون صعب من طبيعة الحال. نذكره غير ناخذ الرأي ديال السي بن يحيى بالنسبة لك المقابلة. دخلنا العد العكسي، إذا بغينا دخلنا الفيراج كما كيقولوا الأخير، مقابلة المنتخب الوداد كتلعب على البطولة، الحسيمة كتلعب على باش تصوفي، إذا مقابلة ماشي سهلة. هي في الحقيقة كان تقدر نسميوها مقابلة متناقضات، يعني الفريق الوداد باغي يعني يحسم اللقب بتاعه في أقرب وقت ممكن، وفريق الحسيمة باغي يعني ينعتق من هذا من مؤخرات الترتيب. هو عارف إن الهزيمة بالنسبة للحسيمة تعني تقريبا 90% المغادرة، وانتصار فريق الوداد غادي يزكي وغادي يكون ممكن 99 ان 99% ان احسن في البطولة. ولهذا هذه المقابلة غادي تكون يعني تحت شعار لا اعتقد، حتى التعادل انا ما لا اعتقد سيفيد يعني الفريقين، خاصة الفريق الحسيمي. وانا عارف الفريق الحسيمي كيقدم مقابلة جميلة وكيلعب كرة جميلة، ولكن للاسف الشديد اللي خلى هذا الفريق يصل لهذه الدرجة هي الخلافات. هو السي سمير راه جا وجاب الفلوس، حنا كنعرفوه مقيم بالديار الاوروبيه، وجاب معاه الفلوس وجاي باغي يخدم، ولكن هاد الناس هادو ما قالوا لي عطينا غير الفلوس وحنا نسيرو، عطينا الفلوس وحنا كنعرفوا انت ما تعرفش الفلوس، عطينا احنا الفلوس وحنا نسيرو. هو البدايه اللي كانت متعثره لفريق الحسيمي، لان يمكن حتى الرئيس كان جاب لاعبين الغالبيه تاعهم يلعبوا في البطوله الهولنديه، وما كانش عارفوا اللي يعني البطوله الوطنيه، وهنا ما تاقلموش مع الاجواء تاع البطوله الوطنيه. وبعد تسمى تغير تقريبا الفريق باكماله، وبعد جابوا فريق اخر، وهنا اللي خلى فريق الحسيمي الان في مشاكل كبيره، ونتمنى باش نشوفوا مقابله كبيره وتنتهي بروح رياضيه كبيره، ودائما الافضل قد ينتصر. واخا بعد هذه المقابله يوم الاربعاء بالليل غادي يسافروا الوداد مع العشرة ديال الليل 10:25، غادي يوصلوا الكوناكري مع الوحدة وربع ديال 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 المهم الوحدة الوحدة وربع ديال النهار، لا ديال الصباح بلوتو. اذا لان ماشي هذا، وغيديروا غياخذوا واحد حصه تدريبيه يوم الخميس، المهم معروفه لازاله العياء العياء، وواحد الحصه تدريبيه. نعم سيدي، كاين شي توقع النتائج؟ واخا غنهضروا على النتائج، نعطيو بعدا غير البروغرام ديالهم، لان بعض الاخوان كيسولوا. المهم يوم الاربعاء قلنا غيسافروا مع الليل، ومع العشرة الليل غيوصلوا مع الصباح الوحده وربع. تدريب لإزالة العياء يوم الخميس، حصة تدريبية بتوقيت المباراة يوم الجمعة بطبيعة الحال غادي يقوموا بها في كما هي العادة في الملعب اللي غادي تلعب فيه المقابلة، اللي غادي تلعب يوم السبت بطبيعة الحال، يوم السبت والأحد غتكون إن شاء الله العودة الى الديار المغربيه. الوصول غادي يكون 6:35 حسب توقيت المحلي. واخا المهم عطينا البروغرام ديال 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 الوداد، التوقعات بعجاله باش ما التوقعات ديالكم هذه المقابله كيفاش تقدروا تشوفوها ديال الحسيمه من طبيعه الحال، لنا عوده للكوب دافريك مع ساعه مع الحمراء اللي غندقوا فيها مزيان فهاد الحوايج هادو، نشوفوا الستاتستيك والقوه ديال هاد فريق كوناكري حوريه كوناكري، لان ماشي بالفريق السهل. واخا عطونا التوقعات ديالكم بالنسبه للمقابله ديال غدا الوداد حسيمه. نبدا معك السي رشيد. 3-0 الوداد البيضاء ان شاء الله، الوداد الرياض. مي 3-0، مي 3 نقاط، انا ناخذ غير 3 نقاط بلا 3-0. واخا نشوفوا السي محسن ما رايك؟ كنظن 2-0 اخويا كريم. واخا نقيدوا هاد الحوايج هادو 2-0 3-0
نقيدوا هذه النتيجه هادو، واللي يربح معنا غادي ياخذ لعيبه. المهم ثلاثه انا كنقيد فيهم، قيد انت 3-0 والسي محسن 2-0. المهم الربح بالنسبه لكم. السي بن يحيى هرب، السي بن يحيى هرب، سمع التوقعات ويهرب. واخا ريتما ارجع معنا السي بن يحيى ونشوف. واخا بالنسبه للمقابله ديال بغينا نهضروا مع السي بن يحيى، عنده مشكل ديال التغطيه. واخا نهضروا على بركان، نهضرت بركان امام اولمبيك خريبكا، اللي مقابلته هي مقابله قمه، هي مقابله هي ديال المتناقضات. خريبكا كنشوفوها كتلعب مزيان خارج خريبكا، ولكن في الميدان كتضيع نقاط يعني كثيره، ولكن دائما يعني بالنسبه للخريبكا كتلعب مزيان. وبركان عارفين هذا بام كونسونطري على الكاف، اذا مقابله اللي ما نقدروش نعرفوا القراءه ديالها كيفاش غتكون. نشوفوا السي محسن، ما رايك في هذه المقابله هذه بركان خريبكا؟ هو كنظن اخوي كريم غتكون مقابله صعيبه، خاصه الفريق اولمبيك خريبكا اللي كنظن انه غيكون خارج غيلعب في بركان. فريق المهدر البركاني ضيع نقاط كثيره اخوي كريم، وكنشوفوا كيوجد الموسم القادم راه كيدا الانتدابات الكبيره منهم موقوفو. فكنظن ان الهدف ديال نهضه بركان اخوي كريم هو انهم يتكلاصوا اما الثاني والثالثي، باش كنظن الثانيين لانهم باش يشاركوا في العصبه، اما لاكاف راه يشاركوا في هذه لانهم صعيب باش يتكلاصوا دوزيامين بركان. لا ممكن اخوي كريم، لانهم المرتبه الثالثه اخوي كريم ما كنظنش واش كتهمهم، ما عرفتش علاش، لانهما ديجا داو كاس العرش، ديجا عندهم الامكانيه انهم يشاركوا في بلاكاف العام الجاي. هما كنظن الاطماع ديالهم اخويا كريم هي المركز الثاني، وباقي كلشي ملعوب، لان ما تنساش راه عندهم مقابله، حتى الترتيب راه متقارب بينهم وبين هما، كنظن عندهم 27 نقطه على ما اظن، فبينهم وبين دابا اتحاد طنجه تقريبا شي 6 نقاط، وعندهم هذه المقابله اللي غتلعب في الميدان ديالهم. وخريبكا ما نساوش اخويا كريم راه عندها غيابات كبيره، راه عنده واحد ثلاثه لعابه من البيري ديال الفريق، كنظن واش المعتمي، وكذلك واحد جوج ديال اللعابه اللي تما كنظن تيتولار في الفرقه ما غيكونوش. فما تنظنش اخويا كريم ان الفريق نهضه بركان غيضيع النقاط الثلاث ديال هذه المقابله، فبنسبه كبيره انا كنرشح النهضه البركانيه اخويا كريم. واخا انت كترشح النهضه البركانيه، مرحبا. سي رشيد، مقابله بركان خريبكا. وبالنسبه للقاء ديال نهضه بركان واولمبيك خريبكا ما غاديش تكون سهله، بحكم ان اللي شفنا منذ التحاق رشيد طوسي بالاداره التقنيه ديال فريق اولمبيك خريبكا كنشوفوا ان النتائج تحسنات، الانتصارات بدا، وحتى الاداء بدا، شفنا انتصار خارج الميدان، انتصارات خارج الميدان، انتصر على عده فروق من الرجاء الرياضي، حقق واحد النقاط اللي ما حققوش في الشطر الاول. نهضه بركان كيف ما قال المحسن، قال لك انهم كونسونتري على الكاف، ولكن حاليا راه اللاعبين، راه جوده اللاعبين اللي كاينين عند بركان، والجمهور البركاني غير راضي على الترتيب اللي في الفريق، ولا مش على الترتيب، على عدد النقاط اللي في الفريق، لان الفريق فقد واحد النقاط اللي كثيره جدا في هذه اللقاءات الاخرى، كيتعادل الميدان ديالو وكينهزم، وهذا ماشي في صالح الفريق، لان الفريق الا بغى يستمر في واحد النسق تصاعدي خاصه يكون بالنتائج بالانتصارات، كما كنتصر في البطولات كنتصر في الكاف. الى جينا نشوفوا فارق النقاط بين نهضه بركان وبين الصفوف الاربع او الخمس الاخيره، راه ما كاينش كثير، تقريبا حوالي 5 نقاط او 6 نقاط على اقصى تقدير، يعني حتى نهضه بركان باقي ما ضمنش البقاء ديالو، والانتصار ديال اولمبيك خريبكا ربما يعادلهم في النقاط، يعني فاللقاء غيكون صعب وما كيحتملش قسم على جوج، كيبان لي غيكون صعيب جدا على الفريقين، خاصه ان التوصي كيعرف بركان، وسبق انه اشتغل، وكان منير جواني المدرب الحالي ديال النهضه البركانيه مساعد ديالو، اذا الاوراق مكشوفه للفريقين معا. ما غيكون لقاء صعيب في الحقيقه. واخا عطيني التخمينات ديالك، تكهن النتيجه
التكهن غيكون 0-0 او 1-1 تعادل. تعادل واخا. ندوزو اليوم للثلاثاء، غتكون يوسف هذا ماتش زوين، يوسفيه برشيد مع مولوديه وجده. قراءه لهذه المقابله ديال اليوم الثلاثاء. سي محسن، ما رايك في هذه المقابله هذه؟ وصلنا للمقابلات ديال اللي بغينا كنقولوا كما قلتوا باراج، مقابلات اللي اما كتهمك بالنسبه لمقدمه الترتيب ولا يعني مؤخره الترتيب لتفادي النزول. مقابله يوسفيه برشيد المولوديه الوجديه، كنشوف سي بن يحيى رجع معنا، بلاتي ناخذوا غير سي بن يحيى في الراي ديالو بالنسبه للبركان، بالنسبه للبركان ناخذ الراي ديالو. سي بن يحيى، كنا كنهضروا على المقابله ديال بركان غدا، بركان واخر يبقى، ما رايك انت بالنسبه للبركان؟ سي بن يحيى كتسمعنا؟ سي بن يحيى عنده شي مشكل ديال الصوت. سي بن يحيى الا كنت كتسمعنا كتسمعنا سي بن يحيى؟ بن يحيى يا سي بن يحيى عنده مشكل ديال الصوت، راه ما التحق بنا سي بن يحيى ولا يصوب الصوت ديالو باش يقدر يدخلنا. واخا ندوزو سي محسن، ما رايك في المقابله ديال مقابله ديال 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 يوسفيه برشيد والمولوديه؟ تنظر المقابله ربما الى حد ما نقدر نقولوا الى حد ما متكافئه شويه، ولو ربما ولو كنظن ان برشيد من كدخل في الملعب ديالها كتكون صعيبه، فالفريقين تقريبا حتى في سلم الترتيب ما باهينش بزاف، لان كنظن وجده وتقريبا بينها وبين برشيد كنظن واش 3 نقاط ولا 4 نقاط. دابا المشكله اخويا كريم هو ان الى خسر شي دو ماتش غتولي كتنافس الفرق، كتنافس باش ما تطيحش، ولا ربح شي دو ماتش غتولي في المركز الثاني او الثالث. فتنظن ان المقابله ممكن يوسفيه برشيد عندها كنظن عندها الافضليه بما انها غتستقبل المقابله، وتنظن ممكن انها تكون هي الحته ديال ارجح باش تفوز باللقاء اخر. واخا سي بن يحيى كتسمعنا؟ صوت سي بن يحيى، سي بن يحيى عنده مشكل ديال الصوت واقيلا. نشوفوا القناه الاخرى. سي بن يحيى كتسمعنا؟ الو سي بن يحيى. كنسمع دابا كتسمعنا؟ كنسمعك. واخا بالنسبه كنا كنهضروا على بركان اخر يبقى، عطينا الراي ديالك في المقابله ديال غدا. ايوا ان شاء الله المقابله هذه لا ولو ان راه كاين مشكل. هاي تسمعني؟ كنسمعو. قلت كاين مقابلات الغد غادي تكون ان شاء الله في المستوى، ومع غياب بعض اللاعبين فريقنا في بركان، ولكن يبدو ان فريق بركان محتاج ل3 نقاط باش يمشي لكينيا في احسن الظروف وواحد المعنويات مرتفعه ان شاء الله. ان شاء الله. واخا سي رشيد، بالنسبه للمقابله ديال نهار الثلاث، يوسفيه برشيد وبالنسبه للقاء ديال يوسفيه برشيد ومولوديه وجده، فاحنا الا جينا نشوفوا الفريقين راه هما اللي بجوج صعدوا من هذا الموسم هذا للقسم الاول. الكل كان كيشوف هذه الفرق انهم غاديين يلعبوا على البقاء، حتى واحد ما كان كيتوقع لا يوسفيه برشيد ولا المولوديه الوجديه انهم غيبسموا على هذا الاداء. الا جينا نشوفوا الاداء اللي بسمات عليه يوسفيه برشيد منذ بدايه البطوله، فهو اداء اللي راه كيجمع ما بين الفرجه وما بين النتيجه، وهذا العمل هذا يحسب لسعيد الصديقي اللي حنا عارفين سعيد الصديقي طريقه التدريب ديالو واللاعب ديالو بحكم انه ملي كان لاعب كره القدم كان فنان. بالنسبه للمولوديه الوجديه، بدايه الموسم ما كانتش كتادي بواحد الطريقه اللي في المستوى، او بمعنى اصح انهم ما كانوش كيعرفوا يربحوا المقابل، كيكونوا منتصرين
حتى الدقيقة 90 كيتمارك عليهم التعادل أو كينهزموا، وهادشي وقع عليهم في أكثر من 5 مباريات. مع مرحلة انتقالات الشتوية، الفريق عزز الصفوف بعض اللاعبين واللاعبين، لأن ما نساوش أن المولودية الوجدية أنها انتدبت أكثر من 16 لاعب أو 17 لاعب، فما يمكنش لك أنك جبتي 16 لاعب وغاديين ينسجموا لك تقريبا في واحد المدة ديال شهر وسط البطولة وعطوا النتائج. داو واحد الوقت حاليا، حاليا المولودية الوجدية مع كركاش كيحققوا النتائج. اللقاء بالنسبة لهذا اللقاء هذا كنشوف أنه الفرجة مضمونة، الأداء غيكون بين الطرفين، وأنا كنختلف مع محسن، كنقول أن هو قال أن يوسف يتبرش ضعيفة في الميدان ديالي، أنا كنقول لي لا، كنقول لي يوسف يتبرش حاليا كنرشحها أنا الانتصار، لأن المقومات اللي عنده فوق رشيد المقومات رشيد الحافز. تفضل الأخ. انا قلت رشيد، قلت انا العكس، قلت برشيد فافوري انا غتاع التيران ديالها، هادشي اللي قلت اخويا رشيد. اسمح لي اعتذر، فيوسفية برشيد انا كنرشحها، ربما نعطي النتيجة غتكون 3 الأهداف لواحد. 3 الأهداف لواحد. المهم انتم متفقين على هذه المقابلات هذو، اذا ماشي مشكل. واخا كاينين 4 المقابلات يوم الثلاثاء، كاين مقابله ديال اسفي والحسنيه، حتى هي مقابله اللي مقابله حتى هي مزيانه، ومقابله اللي تقدر تكون فيها الكره. حسنيه عندها حتى هي دي بليسير، وعندها لعابه اللي هما كنظن ان ما غاديش يقدروا يغامروا بهم وداك الشيء، ولكن حسنيه حتى هي كتعاني من الاصابات، وكتعاني من الشح بالنسبه للاعبين. واخا نمشيو لهاد المقابله هادو، ما الراي ديالكم سي محسن؟ ريتما سي عمر غيكون معنا بعد قليل باش يعطينا الاخبار، اخر الاخبار. سي محسن، ما رايك في هاد المقابله هادي الحسني اولمبيك اسيو الحسنيه؟ خويا كريم، تنظن ان المقابله الى حد ما متكافئه غتكون. الفريقين بجوج غيقلبوا على الانتصار، لان حسنيه تقارير كنشوفوا عندهم واحد الطموح كبير باش انهم يشاركوا الموسم القادم في المنافسات الافريقيه. هذاك الشيء اللي قلتيه كريم ديال التركيبه البشريه ان عندهم ضعيفه، متفق معاك، ما عندهمش ان بون كوش اللي فيه لعابه اللي في المستوى يقدروا يديروا الفريق. اسفي حتى هي غتكون عندها رغبه كبيره انها تنتصر، لان لعبه في الميدان ديالها وضيعت نقاط كثيره، لان اسفي تعادل وخسر مقابلات كثيره، ومع ذلك راه باقي في الترتيب، انه باقي في الاماكن، باقي حتى هو قريب من المركز الثاني، لان عنده 27 نقطه، فتنظن حتى هو ممكن يطمع باش على الاقل يامن البقاء ديالو، لان الانتصار ديالو ربما غيوصل 30 نقطه، و30 نقطه ما غتضمنش ليه البقاء. فتنظن هذه المقابله ممكن اخويا كريم غتكون صعيبه على الطرفين، خاصه وان فريق حسن الاجابيه طامع انه ياخذ المركز الثاني، وفي نفس الوقت غيفكر في المقابله ديال الاحد ضد الزمالك المصري. فتنظن المقابله ممكن اخويا كريم تمشي للتعادل. واخا مقابله تقدر تمشي للتعادل. واخا، ما رايك السي رشيد؟ وبالنسبه للقاء ديال اسفي والحسنيه، فنقول لك انا اللقاء اللي غيكون ساهل، بحكم ان الحسنيه قدمت واحد الاداء اللي في المستوى، وفي اللقاء الاخر اللي انتصروا فيه بواحد العدد ديال 5 الاهداف لصفر على الكوكب المراكشي، ثم ان اسفي كيمر في واحد المرحله اللي حرجه، وخاصه تبقى معايا، شوف السي عمر. السي عمر وراه كنتسناو فيك، راه قربنا الزهري، وسي عمر الناس راه كيتسناو في الاخبار. واش كاين شي اخبار؟ ايوا ماشي مشكله، نهضروا على 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 الميركاتو. يلا احنا يلا نتسناوك. يلا سي عمر غادي يكون معنا بعد قليل. واخا كمل السي رشيد. فكما قلنا ان اولمبيك اسفي حتى هو كيتخبط في النهائي السلبيه، وكان واحد الصراع ان هشام بن يتقدم بالاستقاله ديالو، وتم رفضها من طرف المكتب المسير بواحد القوه، انهم متشبتين به وواثقين في العمل ديالو، بالاضافه الى تشبت. خلصوا اش تشبت به بالهضره، هو خلص السيد. او انت باش بغيتي تشبت بمدرب؟
انت باش بغيتي تحفز وباش غتبغي تحفز هاد اللاعبين ولا هاد المدرب الا ما خلصوش ما فهمتش انا تحفزوا باش الحف الا بغيت تحفزوا عطيه الفلوس انا ما عرفتش انا اسفي علاش عندهم هاد المشاكل فريق اللي محتضنوا لو سي بي محتضناه لا هو ولا الجديده ولا 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 ولا, ولا خريبقه ما عندهمش هاد المشاكل كيقلعوا بواحد مينيموم ما بين ما بين ما بين الجامعه وهذا عندهم واحد مليار ونص كيقلعوا بها ما فهمتش كريم كريم اكثر الفريقين الوحيدين اللي في المغرب كيقلعوا بجوج المليار منذ بدايه البطوله يعني قلنا احنا المينيموم قلنا احنا مينيموم اسيدي قلنا مليار ونص احنا بغينا نتقادوا معاهم مليار ونص ولا جوج المليار يعني كتقلع الموسم وما عندك مشاكل باش تدبر لي سالير ديال اللاعبين ولا باش تدبر لي سالير ديال مازال تقول الحسيمه نقولوا تقول فرق مراكش نقولوا وانت حشومه تهضر متشبت بالمدرب مدرب لما خلصتيش تمشي بحالاته شنو اللي بقى ندير ما فهمتش انا كما المشكل كان عندهم مع ذاك العام مع محمد بن هاشم بن هاشم نفس المشكل خلصوا ولا ما نخلصوش مشي ولا ما مشيش لاعبين غلعبوا معايا داكشي قديم داكشي ديال الدروبه لعبوا معايا وتعاونوا معايا وراه غادي شي راه ما بقاش في كره هادشي راه ما بقاش نهائيا في كره القدم هذا الناس كتدبر كلشي البدايه ديال 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 الموسم هالفلوس اللي داخلين هالفلوس اللي عندنا هالمسائل اللي غنصرفوا وصافي واللي عنده شي خدمه يقابلها اللي تقني يقابل التقني اللي كيدبر المسائل اليوميه ديال الفريق يدبرها لوجيستيكيه يدبرها والصلاه على النبي كل واحد يقابل شغله ما قادينش عصيروا بحال عطيو السوار سيروا بحالاتكم هادشي اللي كنعرف انايا وفريق محتضن لو سي بي والفوسفات اللي هو ديال المغاربه كاملين بعدا اولا هذا ماشي يعني ما بغيناش نناقشوا هذه المواضيع هذو اليوم هذا الموضوع هذا الا كان شي احتضار خاصها تحت هذا لو سي بي الفوسفات ديال المغاربه كاملين خاصها تحتضن كاع الفرق المغربيه كتعطي الجديده وكتعطي هذو راه خصهم هذو ديما ينافسوا على البطوله هذو راه ديما خصهم ينافسوا على البطوله كريم 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 غير باش نوضحوا واحد المساله راه كنظن ان المنحه ديال لو سي بي راه كنظن راه تقلصات ربما الانديه ديال الاولمبيك اسكي جديده وخليجه وكنظن ما كتوصلش اخويا كريم جوج المليار ثاني حاجه كنظن حتى المسؤولين ديال المليار واقيلا انا اخر ما سمعت واقيلا شي 400 ولا 500 مليون ملي كتزيد المنحه ديال الجامعه التلفازه وهذا راه كتقرب مع الجهه سي كريم سي كريم سي كريم واتزم يلا فريق صاعد استفد من 750 مليون من شركه الفوسفات كيفاش غتقول لي خريبقة واسفي وجديده ما غيعطيهم 400 ولا 500 مليون حشومه هادو الفرق هادو ما نبغيش نبقى نشكا والبكا وهادشي ما بغيتش نبقى نسمعوني هادشي نكملوا نكمل لك المعلومات على اللقاء بعدا فاللقاء كما قلت لك ما غاديش يكون سهل بين هاد الفريقين هذا بحكم ان الحسنيه الان راه في واحد التوهج اللي مزيان حقوا التاهل لاول مره في تاريخهم من دور المجموعات في الكاف حاليا راه غاديين في البطوله انتصروا على الكوكب باغين يعاود يزكوا هذا الانتصار على اسفي باغا تنتصر بالنسبه للتوقع ديالي فكنشوف ان اللقاء غادي يكون 1-0 لاسفي او تعادل ولكن الاغلبيه 1-0 لاسفي واخا بالنسبه للاصدقاء ديالنا سي محمد اسويكي اهلا وسهلا سي سعيد الهلالي اهلا وسهلا سي نور الدين واك اهلا وسهلا سي رشيد احمدان اهلا وسهلا سي بوخريس من طاطا اهلا وسهلا خالد نومار صديق ديالنا اهلا سي بن سي يحيى ميدوني جميع الاخوان رضا نعيم اهلا وسهلا مهدي زازا نقراو الميساج ديال الاخوه يلا نقراو معنا في النقاش راه تمنى نكملوا الحوار سيرسي رضا النعيم قال لك الترجي دار الرجاء في فرشهم تكلمنا على هذه النقطه جوراتهم كيفاش تاكل الكعكه
نور واطن للترجي كل لعبات سوبر في تونس من حي لا تشتي. يحيى دوني قال لك لا اتفق مع سيمو حسين، فريق الرجاء هو من كان قويا وفرض ايقاعه على الترجي. تمد ابو خريص في ناحيه حسنيه الحسنيه حشومه عليكم، كل واحد عطيه حقه. حكرتوا الحسنيه لا خويا، والله هضرنا ما عليه حكرنا الحسنيه، احنا دابا واسي كنهضروا عليها. بوخريت، وحنا هضرنا راه داكشي بتراتو بيا، راه حنا جايين، راه هضرنا على الحسنيه وناقشنا وقلنا الحسنيه عندها مشكل ديال شح ديال اللاعبين، وعندها مشكل يعني ديال اللعابه ديالها حتى هما عندهم، راه حنا غاديين بتراتو بيا، ما كاينش مشكل، وانت صيفطنا سؤال ونجاوبك، ما كاينش مشكل. واخا نور 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 واخ نور الدين قال لك نتمناو الشفاء للحفيد للحفيد اللاعب الخالو. يحيى ميدوني بالشفاء العاجل للحفيد، صراحة لاعب متميز ويخلق الفارق. سعيد الهلالي مساء الخير سي كريم وسي بن يحيى والإخوة الكرام. خالد نمر مساء الخير عليكم، التخمين ديالي والله أعلم تعادل بالأهداف. ربما التعليق داروا على الماتش تاع الوداد والحسيمة. تمد ابو خريص علاش التعادل ماشي مفيد للوداد؟ اكيد مفيد حتى الهزيمه الله يهديكم. رشيد حماده السيمور محسن صافا. سعيد الهلالي بركان عندهم عناصر جيده، لكن لا ننسى ان المدرب قوسين اللي عنده حس هجومي ما كيخافش ورجل التحديات، خاص بركان يحتاطوا منهم الى بغاو يديروا شي نتيجه ايجابيه. سعيد الهلالي سؤال سي بن يحيى، واش الفوز ديال الرجاء بكأس السوبر غادي يكون حافز للفرق الوطنية باش يحققوا شي نتيجة إيجابية في كأس الكاف، ولا ممكن يزيد عليهم الضغط؟ واش سي سعيد، واش سي بن يحيى كيمثل الجامعة ولا زعما لا يقول لا هو وجه السؤال ديالو لسي بن يحيى. بالنسبة راه شوف سي سعيد، يا سي بن أنا يحيى غادي نتكلم راه وصلنا للمعمعة ويهرب، واقيلا عنده شي مشكل ديال الكونيكسيون سي بن يحيى. أنا غنجاوب في المكان ديالو سي سعيد، راه أنت تحمل المسؤولية ديالك، راه لا قال لك علاش جاوبتي بسميتي، أنت غادي تخلق لنا تحمل مشكل. المسؤولية، سير أسيدي سير، تحمل المسؤولية كمل سي سعيد. أسيدي الهلالي بالنسبة ملي الوداد فازت بعصبة الأبطال وفازت بكأس السوبر، قلنا حنا يا راه خاص هذا الشيء يكون حافز للانديه، ومن وراها شفنا الرجاء دات الكاف وجابت السوبر. وعلاش علاش لا، علاش ما تكونش كل عام يكونوا عندنا جوج القاب، يكونوا عندنا ثلاثه الالقاب الافريقيه، علاش لا؟ وهذا هو علاش تكون المنافسه لما تبناتش بحال هكا. انت ديتي لقب هذا العام، خاص انا ندير نفس ندير لقب هذا العام، هذا الشيء علاش كاين الكره. اما اللي كنا غنلعبوها من اجل اللعب ما كاينش. اخاوا هو بن محمد التونيكي قال لك مساء الخير وتحياتي للاخوان. سعيد الهلالي قال لك سي كريم وجه لك السؤال، قال لك سي كريم اش بان لك في الطريح ديال اسماعيل الحداد؟ انا نهضر عليه. ونورواك علاش اسفي ما استفدش من دعم الجامعه بحال الرجاء؟ وطارق الرجاوي درب السلطان حان وقت باش يلعب العالمي مكان الحفيري. يمكن تجاوب السي كريم على السؤال ديال السي سعيد الهلالي على التصريح ديال الحداد؟ احنا سمعنا التصريح ديال السي بن يحيى جا. سي بن يحيى كتسمعنا؟ كنسمع. واخا واحد السؤال كانوا موجهينه لك السي نيابه عنك السي رشيد جاوب. المهم نعطيوك السؤال السي انا غنعاود نعطيك السؤال السي كريم. كمل يا اخ سير عطيه. سي بن يحيى السي سعيد الهلالي سولك قال لك واش الفوز ديال الرجاء بكاس السوبر غادي يكون حافز للفرق الوطنيه باش يحققوا شي نتيجه ايجابيه في كاس الكاف، ولا ممكن يزيد عليهم، خاصة أن بركان والحسنية كيلعبوا في كاف، هو حدد هنايا الكاف. أنا نشوف يمكن غادي يكون حافز للفريق البركان والحسنية في أكادير باش غادي يقدروا يمشيو في نفس النهج اللي مشات فيه الرجاء، وخاصنا ديجا بعد يفوزونا بالكأس وبعد ذلك ننافسوا على السوبر كوب الإفريقي. ولكن نتمنى ان فريق بركان اعتقد ان عنده مقابله تبدو اقل صعوبه على فريق اكادير، لان فريق حسيني في اكادير عنده مواجهه كبيره مع الزمالك، وفريق بركان مع كوغمانيا تاع كينيا. انا نظن ان فريق بركان غادي يمر هذا اول مره في تاريخ النصف النهائي، وان شاء الله احنا ما كما نقولوا غنكونوا الى مشينا في الطريق اللي مشات فيه الرجاء باش نفوزوا بهذا الكاس السوبر والكاس الكاف والكاس السوبر باش نزيدوا الخزينه نتاعنا كما قال سي كريم باش تزيد تعمر ويكون عندنا القاب باش غادي نكون فرق
وضغوط هي بارزة على الصعيد الإفريقي. سي بن يحيى ها انت هو جا وجاب معك جبتي معك الجواب. واخا السي رشيد كريم نعم سيدي كريم غير كإضافة في النقطة ديال أن واش غتشكل ضغط على حسنية تكادير وعلى النهضة البركانية، فتنظن أن الأندية المغربية خويا كريم بصفة عامة اللي كتشارك في المنافسات الإفريقية الظروف المتاحة ما بقاش عندنا عودة باش نلعبوا تكون غنتأهل للدومي فينال والروبو. مقارنه مع الانديه ديال افريقيا دابا خويا كريم فعندنا كاع لي مويه باش نمشيو الى ابعد نقطه. صوف الحاله ديال الحسنيه تكادير خويا كريم اللي معذوره لان الفيكتيف ديالها والطريقه باش بداو الزماليه لا يعذروا لانهما في البدايه ديال لا سيزون عارفين بان خصو عندك لعاب ولا جوج يقدر يتبليسا ولا ثلاثه اربعه لعاب، ولكن عندك باش تكمل وانت عارف راسك وفي الشامبيونا كتبقى تزاحم معانا كتبقى تشام معانا وبغيت تمثل المغرب تقضي عليا. واسمح لي الله يهديك واسمح لي انا كنعرف الفريق اللي غادي يلعب بطوله ديال افريقيا يوجد ما لا عذر لا عذر الحسنيه ما موجداش. اسمح لي ايش ما موجداش حتى فريق الامكانيات اخويا كريم ملي كتقارن وما ما تكلفه ما شوف شوف كريم ما شوف الانديه بحال هكا اللي ربما حتى الحضور الجماهيري ما كيعاونش لان حسنيه تكادير عندها جمهور كبير ولكن ما كيحضرش بزاف ولي سبونسور عندها محدودين فماشي بحال نهضه بركان ولا الوداد ولا الرجاء اللي عندها دي سبونسور كبار كانوا كيلعبوا في تيران صغير 10000 15 كتعمر الناس خصهم يخدموا وباش يقادوا هذاك التيران اللي وسط المدينه داهم التيران خارج المدينه كاين غير انا كنعقل هادي 10 سنين باقي في غير الحجر تما كيخرجوا لا ترونسبور كيخرجوا بلي ما كيقاو راه من راسي وجبد انا ما نمشيش للتيران. شو كريم الناس ما كيعرفوش يروجوا الطريق ديالهم. اسمح لي كريم اكادير تبنى فيها واحد الملعب اللي كبير فتنظن لا هما لا الكوكب المراكش ربما المسيين ديال هاد الناديين ما واكبوش هذا التطور ديال هاد الانديه. يعني غتبني تيران كبير ما عرفتش اش غتبنيه. لا كريم ماشي غتبني تيران كبير عندك ملعب كبير كان تيتقلب على دي سبونسور كبار باش يعني الفريق بحال دابا الشكل ديال طنجه جابوا دي سبونسور كبار شناهم الناس كتداو البطوله دابا كينافسوا والله يهديك عن طنجة راه هذاك العام كان الرئيس كيبكي كيقول لك ما كاين لا سبونسور لا والو. اش سبونسور كتهضر عليه ديال طنجة؟ لا جابوا كريم مشاو شوف مشاو لهذاك هذيك المنطقة الحرة وداك الشيء كاين شركات تما وتعاقدوا معاهم اللاعب باش جابوا البريزيدون برشان هو بفمو كيقول لك راه ما كاينش راه ما كاينش لي جرى غا حنا المحسن راه عندهم راه العام اللي فات راه سالوا بخصاص في الميزانيه راه سالوا بدون مشكل صعيبين نقولوا شي حاجه اللي ما كايناش. وفمو الرئيس كيقول لك انا بغينا السبونسور يجيو ما كاينينش فمو قالوا. كريم راه شوف راه جابوا هذا العام راه موكو كره ثاني تقريبا ب 400 مليون العام كريم وجابوا لعابه كثار غير واحد المساله بان سميتو ما كتعليش سبونسور سبونسور. لا كريم شوف الناس ديال المنطقه خصهم دي مثلا ديال الحسنيه ولا ديال الكوكب خصهم يديروا واحد المجهود كبير يجيبوا دي سبونسور. يعني الا بغيتي تنافس على البطوله وتنافس حتى على المراكز الاولى راه خصك تدور بواحد الميزانيه اللي كتفوق واحد 4 مليار خويا كريم. مني كتكون مني الجامعه دارت الكايد شارج ومن هاد الحوايج هادو عندنا هادي وعندنا هاد راه الفرق اللي ما عندهاش باش تنافس راه ما خصهاش تبقى مصارح سي كريم. نعم كريم شوف الجامعه غتعاون ولكن راه ما يمكنش الجامعه غتبدا تخلص عباد الله راه غنوصلوا لواحد المرحله اللي غنبداو نخلصوا في عباد الله غتبدا. لا كريم شوف كريم غير باش نوضحوا واحد المساله ملي كتهضر على الكايد شارج بحال كتهضر على واحد المينيموم اللي خصو يكون راه ما تقولش لي كايد شارج يعني ورا المينيموم ما كاينش اصاحبي راه المينيموم ما كاينش. شوف كريم المينيموم كاين اخويا كريم كاين سوء التسيير وكاين حتى التطور ديال الكره دابا ما كاين سوء التسيير في الحسنيه والناس ما عندهمش فلوس. لا سيدينو والله الا من المسيرين الكبار. لا ماشي الحسنيه وكنهضر على الحسنيه حنا كنهضروا على الحسنيه. شوف كنهضروا حتى على الكوكب لانك حتى على الكوكب ما هضرتش لي على الكوكب حرير اخرى نرجعوا للحسنيه على الحسنيه حنا الكوكب ماله الكوكب غارق علاش غنهضروا على الكوكب صافي شوف نرجعوا للحسنيه انا كنهضر على الحسنيه اللي مشاركه ماشي مشكل اخويا كريم. شوف نرجعوا للحسنيه كما قلت لك
الفريق عنده ملعب كبير يعني المسؤولين ديالو خصهم يقلبوا على دي سبونسور كثار ويكونوا كبار اخويا كريم باش تقدر انك تمول هذاك الفريق بهذيك القاعده الجماهيريه اللي عنده. يعني اخويا كريم انت غيجي مني غيجي الجمهور شتي الجمهور شتي المسؤولين اش خصهم يديروا خصهم يمشيو للجمعيات وخصهم يكون تناضوا مع لي زيول طرا ومع هذا ومع هذا ومني يجي الجمهور وهذاك التيران يعمر لي سبونسور بالزمنهم غيجيو باش يسوقوا الاسم ديالهم سبونسور ما كيجيش من بعد الجمهور. كريم كريم شوف غير واحد المساله بدايه ديال الماركتينغ كريم شوف اخويا كريم الا ما كانوش نتائج وما كانش الفريق تينافس راه هذاك التيران ما عمره ما يعمر باش نكونوا واضحين. وفي اي ورا كتشارك راه شركه راه ما داز واش بغي شنو راه ما كاين راه الحسنيه راه ما فيكم دافريك ما فهمتش انا اشنو بغيتي من هذا الفريق يدير واش بغيتي يلعب شوف التركيبه شوف التركيبه باش الله يهديك التركيبه ديالهم ماشي شغلنا حنا ماشي شغلنا عارف انت من البدايه ديال الموسم واخا غادي نعطيك ادخل انت عارف من البدايه ديال الموسم انك لاعبكم ديال لافري كوب دي ترون كتلعبها الشامبيون راك لاعبها اذا من البدايه عارف بانك لاعب على ثلاث الواجهات اذا احنا ماشي شغلنا عندك ولا ما عندكش شي شيء كتوضيح بسيط الكلام ديالك كتاكيد وسير السي رشيد بالنسبه اللي قلتي قال لك محسن ان التشكيله محدوده فعلا التشكيله محدوده ولكن شكون اللي داروا راه داروا المسيرين انتدبوا لاعبين فلسطيني واحد كيلعب والاخر ما دابا حنا ودابا اخر ايامنا المغرب ولا كيجي فلسطينيين لبنانيين سوريين يلعبوا عندنا واش حنا هضرنا داك النهار ما بغيناش نسميته الله يهديكم اصاحبي ها نبداو نخرجوا الشكل ما بغيناش نقولوا اصاحبي واش حنا في المستوى ديالنا كنعيطوا اصاحبي وهادو خلينا موازين يجيو غنيو كاميريات والله ياك ما حكمه ترامب محرشك علينا كريم لا وما وراح شوما نبداو نقولوا اللعابه ديال فلسطين مرحبا بهم يجيو يلعبوا ولكن واش حنا في واش هاد اللعابه هما اللي غيلعبوا حنا كنهضروا عليه راه ما غاديش يقدموا مساكن والناس مساكن راه عندك شوف كريم عندك درهم في الكونترا غتجيب هذاك اللاعب ولا غتجيب واش غتجيب ميسي وما نجيبوش اصاحبي انا ها هو سميتو هذا صيام شي حاجه لا شكون هو صيام شكون هذا صيام لاعب فلسطيني ويلي الله يهديك تبقاش تهضر لي على هذا الشيء الله يهديك خلينا نهضروا واه هما حداهم هذيك ادرار ولا سميتها عند اللعابه تما ياك منين طلع سميتو هذا ازارو هذا ايوا مالو مال ازار ما غاديش يقدر يكون شي ازار اخر تما سمحوا لي توضيح للاسف الحسنيه ما كتستافدش من اللاعبين ديال المنطقه ديالها داكشي شغلهم اذا ما كيعرفوش يدبروا عندهم واحد الخطا عندهم واحد الخطا امارات ايرلاين ولا قطر ايرويز جي دير لك سبونسور باش تجيب لك اللعابه هما عارفين نكملوا باش نسدوا هذه النقطه السي كريم يلا بالنسبه للحسنيه بالنسبه للحسنيه هما كيعرفوا بانهم لاعبين المنافسه تاع الكاف كتطلب بعض اللاعبين اللي كتكون عندهم خبره وتجربه باش كتمشي تجيب واحد لاعب صربي وكتجيب لاعبين فلسطينيين ما عمرهم عرفوا افريقيا كي دايره وكتجيب لاعب اللي كان كيلعب في هولندا ملي جا بديت العام ما عمره ما لعب اذا نتايا جبتي اربعه اللاعبين ما استفدتيش منهم كتقول التشكيله اذا المسؤولين يتحملوا المسؤوليه هادشي اللي قلنا داكشي شوف انت كتدبر هذاك الشيء باش غتمشي تجيب فلسطيني مرحبا فلسطينيين مرحبا بهم في بلادنا السوريين كاع ما كاينش مشكل ولكن هذا راه احتراف احنا ماشي مقصرين وانت حداك يعني فرق ديال الهوات كيطلع فيهم الدب اللي تعطيهم فرصه علاش هذوك الوليدات ما يلعبوش في حسنيه ما يلعبوش في الامل ديال الحسنيه ونشوفهم عنده 16 عام مناطق تما مساكن ما عنده خاصو يمشي من تما يطلع حتى البركان ولا حتى الوجده باش يدير التيست علاش ما تكونش واحد الشراكه ما بين الحسنيه وهذوك الفرق ديال الهوات المجاوره واللي ما اكثرهم وعطونا لعابه كبار نجدي وباطنا ولائحه كبيره ها هو ازارو ها هو ولا كيسوا الملاير ها هو
وحشومه نبداو نهضروا في هاد الحوايج هادو. حنا ما كنبغوش نهضروا في هاد الحوايج هادو، ولكن سي بن يحيى سي كريم سي كريم كان مثلا فريق تشيرا هي في الحقيقه فريق يعني كيكون لاعبين ممتازين. نعطيك مثلا ازارو تعرض على حسني في اكادير، رفضوا المدرب يمكن عطاو واحد القيمه ضعيفه جدا، وكان احدد هو اللي اتى به الى فريق دفاع الحسني الجديدين مع المدرب السلامي، وعطاه فرصه وهو اللي يعني بفضل السلامي والدفاع الحسني الجديدين كنا شفنا ازارو كيفاش مشى لاكبر فريق في مصر وبواحد المبلغ ممتاز. يعني بعض المرات بعض المدربين وبعض المسيرين ما يعرف هنا الشيرة. الآن إلى جينا شفنا في هاد السنين الأخيرة شفنا لاعبين كبار جايين من هذه المنطقة، مثلا كما قلت كان أزار وكان أحدد، كان هذا الفريق اللي راه بليسي عند الوداد، وكان هذا اللاعب جديد اللي جا المنتخب المغربي مؤخرا من بعد دي. يعني خصغي الناس تنقي ما يعرفوش ينقبوا على اللاعبين. شوف إنسان خصو يعرف يعني البريزيدون بوحدو سي دينو حنا كنعرفوه رجل يعني الله يعمرها دار تسير ما دار، رجل مثقف مستوى عالي، ولكن راه كل واحد خصو يقوم بالدور ديالو. التقني خصو يقوم الدور ديالو. راه هاد المدربات كاموندي راه ما كانت عنده حتى لا ليسونس، راه ما كانتش عنده حتى لا ليسونس باش يكون مدرب في الفريق، راه حتى داك العام وما عندوش. إذن خصنا نعرفوا هاد الحوايج هادو بان راه شوف التدبير على المستوى القريب والبعيد المتوسط والبعيد راه خصك توجد ليه، ما خصك توجد ليه. انا كنعرف بان هذيك المنطقه فيها لاعبين اللي قدروا يلعبوا فيه، ولكن واش كتعطاهم فرصه الله يعلم. ولكن راه كاينين اللعابه اللي المنطقه خصك تعطيه غير فرصه. المهم هذا غير انا ما نبغيش نبقى نسمع هاد الهضره ديال عندهم هادي وما عندهم شهادو وما عندهم سبونسور وهذا التخربيق. هذا راه سيتان فو ديبا، هذا فو ديبا اللي ما خصناش نبقاو نجبدو. انت كتشارك في بطوله افريقيه وجد، ولا قول لهم ما نقدرش، ولعب مع راساتك على كوب دي ترون ولعب على البطوله وبخير وعلى خير. من غير من هذا الشيء يعني ما نبقاوش نهضروا. واخا نهضروا على الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي، مقابلة يوم ثلاثاء. سي عمر كيلتحق بينا ندخلو معنا في النقاش. سي يلا نهضروا على هاد، عطيونا بخلاصة بعجالة. هذه مقابلة صعبة، إن الفتح تعاني فريق جديدة يعني بعد النتائج غير إيجابية مؤخرا لبد الزكي، غادي يكون صدام قوي جدا، ومقابلة على محالة ستنتهي بالتعادل. واخا تعادل. واخا سي رشيد التليفون. السلام عليكم سي عمر. اهلا وسهلا، نرحبوا بعدا بسي عمر. سي عمر اهلا وسهلا. سي عمر كتسمعنا؟ سي عمر عنده مشكل ريتاما. واخا ناخذوا سي رشيد. ومقابلة الفتح والدفاع الحسني الجليلي ممكن أننا نوصفها بلقاء المعذبين. الفتح كيعاني نتائج سلبية مؤخرا، نفس الحال للدفاع الجليلي اللي كيعاني تو نتائج سلبية وغاب عليه الانتصار لبعض الدورات. كنشوف أن الفتح ما بقاش عنده الحق انه يضيع النقاط، لانه وصل لواحد المرحله يقدر اي هزيمه تعصف به للمراتب الاخيره. نفس الحال الدفاع الجليلي اللي تا هو عنده بعض الاصابات وبعض الغيابات، وزكي كيجيري في الفريق ديالو. اللقاء غادي يكون صعيب لانه ما كيحتملش القسم على زوج. وكنظن كم انا مع بن يحيى كنقول ان اللقاء غادي ينتهي تعادل. واخا تعادل بالنسبه لك. نشوفوا السي عمر واش كيسمعنا. الو السلام عليكم سي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنسمعك اخويا كريم. كنسمعك تبارك الله عليك. المهم نحيوا السي عمر اللي التحق بنا عن ديربي فوت. مهم كيف الاحوال؟ كل شيء بخير؟ الله يحفظك اخويا كريم. الحمد لله. الله يحفظك اخويا كريم. واخا يعني كنغتنم الفرصه وكنحيي الاخوه الكرام على يعني هذا النقاش هذا ديالهم يعني المتمم، ونتمنى ان شاء الله على اننا نغنيوا النقاش بدورين.
ان شاء الله. واخا باقي لنا جوج مقابلات ونعطيوك وندخلوا ندخلوا الهضره على الميركاتو وعلى على الا كان عندك شي اخبار بالنسبه للاخبار. حنا عارفين كاين شح من الاخبار في هذا كبير جدا في هذا الوقت هذا. ما كان كلشي يعني كان كلشي بالو مع الرجاء كلشي بالو يعني مع كاس السوبر مختلفه يعني جميع الاخبار مرتبطه الان مرتبطه باصابه اللاعبين ولا مرتبطه يعني ما بعد مباراه في بيرتي ما كاينش اخبار كثيره ولا اخبار كاين الاخبار عندنا الاخبار عندنا شي خويرات وانتم هذوك اخويا كامل اخويا راه الاداره عندنا خدامه سي عمر ايوا تبارك الله عليكم واخا نشوفوا بالنسبه ناخذ الراي ديالك السي عمر مقابله ديال الفتح مع الدفاع الحسني الجديدي ما رايك نار ثلاث كنظن باللي الفتح يعني راه كتلعب يعني على الباقع فكو ان الفريق عنده كنظن 25 او 24 نقطه دفاع حسين الجديد اللي فات افضل من حالا وبالتالي في هذا لقاء المؤدبين لقاء ما بين الفتح اللي كتعاني على مستوى مؤخرا الترتيب على غير عادتها ولا حتى نادي الدفاع الحسني الجديد اللي بوب الان ما توفقت مع الناخب الوطني السابق بدو الزاكي لان كنعتبره ماشي رجل المرحله وبقى نقول دائما هذه المساله الزاكي ربما يعني يقدر يعطي خارج ارض الوطن لكن داخل ارض الوطن فيصبح بات يعني واضحا للعيان على انه في جميع التجارب زاكي ملي كتجيبو وسط الموسم راه ما عنده ما يعطيك الزاكي ما عنده ما يعطيك ما عنده ما يعطيك يجي في البدايه ما عنده ما يعطيك ما عنده ما يعطيك حتى هو ما عنده ما يعطي الكره حتى هو ما عنده ما يعطي الكره انا لا اتفق معك انا لا اتفق معك عمر لا اسمح لي اخويا كريم من الاوتور لا زاكي زاكي كان مدرب شوف شوف عاد جيتي عاوتاني عاد جيتي وعطينا شويه احتراماتنا ليه احتراماتنا ليه زاكي كان مدرب كان لاعب حارس كبير لكن كمدرب ف يعني ظل يعني نتائج متدوره نتائج دون المستوى يعني حتى يعني ما عرفتش دابا انا يعني يكون خارج الوطن كيدير نتائج من كيدخل هذا اذا الناس اللي راه حنا اللي فينا راه حنا اللي فينا الغلط ماشي هو لا اسمح لي اخويا اسمح لي اخويا كريم تعرف بان الزاكي عنده نفس لا اسمح لي الزاكي عند بيكنباور واخا يكون عنده الدبلوم ديال مورينيو انا كنعرف الزاكي النتائج ديالو غرق الكوكب الموراكو شي بطل دوزيام ديفيزيون جابوا لي زباله فلوس اللعابه غرق اولمبيك اسفي عاودوا الفرقه ا0 جابوا 11 لاعب غرقها طنجه كان مغرقها الوداد خلى فيها فيروس ما بغاش برام الفيروس ديالو المنتخب غرقوا الله يهديك اصاحبي الزاكي نكره في التدريب كاسم كمدرب كان مدرب كبير اتفق معك اخي عمر دائما انا يا شوف سي عمر دائما يعني مدرب ممكن مدرب الى ما الى اعطيتي لي زوتي كاس انا من لغه الخشب كاس انا من لغه الخشب الزاكي متخصص اغراق الفورو واضحه صافي راه مشى الجزائر رد لقب اللي ما عمر شي مغربي شوف انا كنقول لك الزاكي راه شفتو مع الوداد وشفتو جميع راه شوف والله خويا الكوكب الا كانوا عاودوا الفرقه على ودو شفتو النجوم ديال البطوله غرقهم الدوزيام ديفيزيون اولمبيك اسفي ا0 الفرقه تعاودت ب 11 لاعب غرقات كانت غطيح على شويه باش تعطيكو تلخص الوداد دار الفيروس في الوداد ولات الوداد عاش الوداد راه تم علاقه الرجاء الله يهديك وصلت ماركي دخلنا عليك بالله الوداد بالنجوم ديالها كتماركي على تطوان في الدقيقه 6 وكترجع 90 دقيقه اللور اش هذا اللعب هو شوف هو الطريقه ديال اللعب ديالو ممكن ما غتعجبش ولكن يعني ولكن شوف الزاكي يعني الطريقه ديالو ممكن الزاكي الزاكي راه ما غيفرضش مال الزاكي كنحتامو طاك بينالتي الكومان كومان اللي كان كيضرب الشبكه كيتقبها صافي كومان لعاب الباصه ديال هولندا كان كيضرب الشبكه كتخرج كره من اللور انا كنقول لك الزاكي كان حارس كبير وتيمثال في مايوركا والله على وقاد مايوركا باش دير كوبا ديال ري ولكنه كان مدرب ضعيف جدا جميع تجاربه كانت فاشله ولكن راه نجح في المنتخب الوطني هذا طنجه ملي تهناو منه لعبوا داو البطوله مع الوراب ولكن راه هو اللي جاب هاد الانتدابات كلهم ديال طنجه لا شوف انتدابات ديال طنجه كيلعب لي اكتمار كيجلس لي الدافي الكويريه الله يهديك اصاحبي الزاكي كان حارس كبير كان مدرب ضعيف
وهذا واقع. زكي بدون لغة خشب. سي كاميني جات هو كيجي ديما قد قد مع عمر، كيجي عمر كيجي كاميني قال لك اسيدي كتقمع محسن. اسيدي حنا ما كنقمعوا حد، قال لك ما كنعطيش فرصه لمحسن، ومحسن هو اللي كيهضر فينا كاملين الا شدينا الكرونو هو اللي كيهضر. السي رشيد السي بن يحيى هما مساكن اللي ما كيهضروش بزاف. السي محسن عطاو كلمه بعجاله، ما تدخلش لي عاوتاني في الميركاتو ولا تدخل لي في شي حوايج اخرين. قول لي لا شو بعجاله اخويا كريم. اولا تنحيي السي كاميل اللي تيدافع عليا، شكرا اخويا. شوف كريم، هذاك الشيء اللي قال عمر اتفق معاه 100%. شوف الزكي، سمعني اخويا عمر، كريم الزكي كحارس اسطوره ديال المغرب، انا شخصيا كنت كنتمنى الزكي يكون انه مفعول على الحراس في اداره التقنيه الوطنيه، لان الزكي كمدرب اخويا كريم وكنت جيت شحال هذيك، ان من بين الاشياء الجيده اللي دارها القشع هو اللي حي الزكي وجبرونا، لان الزكي كان غادي بينا الهويه، كنا غنتقصاو ما غندوزوش في الحال. الا كتعقل اخويا كريم نهار اللي عندنا مع غيري. شوف واحد من احسن قرارات في وزير القجع الطريق ديالك. خويا عمر الا كتعقل نهار لعبنا مع غيري الاستوائيه، ربحنا في اكادير بجوج الصفر بواحد الطريقه غير مقنعه، ملي مشينا لغيري الاستوائيه بطائره خاصه لعبنا معاهم، تصور ان المغرب خاسر بهدف وغيري الاستوائيه كتضيع من سنة المقابله. عرفتي اش قال لي اخويا كريم؟ قال لهم انفترضوا كاع كنت مارك الهدف الثاني، كانوا باقيين في بيلانشيات، وانت ضد افريقيا الوسطى على ما اظن كتهضر على بيلانشيات، فما بالك الا درتي الادوار المتقدمه. زكي حنا عارفينو. شوف زكي بغيت باش نكمل. باش نكمل اخويا كريم، وكمل وانا مشيتي بعيد، عطيتي دخلتي لي في كينيا ودخلتي لي داكشي ديال الاستوائي ودابا وصلنا. باش دخلنا حنا لهذا الشيء ديال كوك دافري. شوف كريم لا باش نبينو، لا الا غنقول شي حاجه خصني نبين علاش. والله يهديك، وانت غنقول لي الزكي وقول لي، قلتي لي مدرب ضعيف، قلتي لي طنزانيا، دخلتي لي غينيا الاستوائيه، وحنا راه ما كنهضروش الزكي، راه الموضوع ديالنا ماشي هو الزكي. لا كمدرب بالنسبه لي مدرب كفر. الزكي كريم عنده راه حنا ما كنعطيوش مدرب كفر المدربين ديالنا. عافاك عطيني الالقاب ديالو، عافاك عطيني الالقاب ديالو. شوف عطيني الالقاب ديالو اخويا شوف انا حتى البطوله اللي دات من المدرب الاول اللي خدو ديبلومات اللي غلطه تاريخيه. بلاتي خويا بلاتي 90% ديال المدربين كاع ما قاريين. واش كاين؟ خليني نكمل. واحد المغالطه تاريخيه، البطولة 2010 مشى بغا غير ثلاثة د الماتشات للوداد، قال ما غنديهاش، كانت راجا فافوري، حيت راجا بحال الديبي دبايلا ومشات من بعد الوداد، خسرات في الديبي وخسرات في تطوان، خسروا جوج ماتشات، الزاكي مشى وخلاهم اون بان، خلا الوداد اون بان في ثلاثة د الماتشات الأخرى، جا في خرب الدين ود الفرقة، قادمهم على أنهم ذبحوا مراكش وتعادوا مع الجديدة. الله العظيم فخر الدين عنده العين الثقيلة. لا اسمح لي، اسمعني خويا كريم، قادوا ذبحوا مراكش كازا وتعادوا مع الجديدة اللي كانت لاعبة على البطولة، هي الدورة 30 في الجديدة، وكانت تقدر تذبح وذبح الفتح في اللقاء الأخير. لولا الكرة ديال عمران الجديد اللي بغى يضرب البانين كاف بينالتي كانت راجل غدير البطولة 2010. الزاكي خلى الوداد في عز ازمتها وخلاها بعد البطوله وهرب. انا الزاكي شوف نهار الزاكي الدبلومات اللي عنده والقرايه والمستوى في اللعب، يعني غير المستوى في اللعب، يعني راه خصنا نستافدوا منه. ممكن كمدرب لانه صارم، لانه عنده شي حوايج اللي ممكن العقليه المغربيه صعيب باش ولكن انا بالنسبه لي الزاكي مني كتعطاه الفرصه وكتعطاه يعني كل شيء كتعطاه جميع باش ينجح كينجح. شفناه بكوب دافريك، كوب دافريك اللي احنا كندوزو غير حداه، ما عمرنا توصلنا كتسمعوا الصداع، ما عمرنا تدزنا من حدا كوب دافريك جا وكنا غادي نديوه. اللي المهم داكشي كريم
نعم سيدي كريم، غير باش نوضحوا الا بغيتي نرجعوا لورا انا بلاتي ناخذوا سي بن يحيى وسي سي سي رشيد راه ماخذيناهم وتحتكرتي اختصارا يلا زيد كمل يلا 30 ثانيه كمل غير باش نختم هذه النقطه اخويا كريم، لانك كتهضر على 2004 2004 اخويا كريم ملي ما ديناش لاكان راه ما درنا والو. 2004 ربحتي نيجيريا، نيجيريا المنتخب الرسمي ديالها وما جاش عمرنا ربحناها. واه اسمعني انا نكملك نكملك. لا لا ما تهضرش عليش الكوب دافريكا صاحبي، مازال غنديروا كوب دافريك مني غادي يقرب مصر غادي نهضروا فيه ونهضروا في هاد الحوايج هاد. الله يهديك اسي محسن، قول لي شنو اللي بغيتي تهضر فيه بعجاله بالنسبه للزاكي الزاكي وجديده جا وسط الموسم ما عنده ما يعطي الفالطه ماشي ديال الزاكي. الزاكي كان مريح كيصيد مع راساته ولا يحلق صيبه، عيطوا لي الجديده قالوا لي غتاخذ 20 مليون تجي جا انا نمشي، عيطوا لي دابا غدا الجديده يقولوا لي نجي ما عندي ما ماشي الفالطه ديالي. يلا اعطيني بالخفه محسن راه باقي المحاور. نعم سيدي غير واحد المساله هي باش نوضحها لك اخويا كريم، الامور راه ما كتش الامور ما كتخادش بانك تلعب كبير ما كتش تلعب كبير، انك عندك دبلومات من 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 بريطانيا ولا المانيا ولا راه عندنا مدربين مقارين، راه عندنا مدربين معدوم تصفى اخويا كريم. اخويا كريم خلينا نجبدوا السميه اخويا كريم، راه عندنا مدربين عندهم تصفى ماني. شوف اللي كتحرك في لغه الالقاب، لغه الالقاب هي اللي كتكلم. ما تكلمش معايا عنده وعنده وعنده لغه الالقاب اخي كريم. غير باش نوضح واحد المساله، راه كاين شي حاجه سميتها هذيك الملكه الفكريه اخي كريم اللي الله تيعطيها شي وحدين باش يفكروا بها، يعني كيكون هذاك الابداع وكيكون راه يقدر يكون عندك لي ديبلوم ما تكونش عندك هذيك المساله. راه مارادونا، مارادونا راه كان راه تقريبا ربما احسن لاعب في التاريخ على حساب ربما فقط واحد لا كاين واحد المساله نوضحها، واحد المساله نوضحها. الفينال اللي لعب مع الوداد الكاس العرش دام مع الوداد في 99 راه لعب غير فينال، راه جا لعب غير فينال مع لي فوار راه لعب غير فينال. هادشي باش بعد نقولوا مغالطات لا عنده لقب واحد لعب غير فينال. شوف باش كتعرف راسك معلم كتجي وكدي لقب اللي دابا دابا الوداد باقا ما عمرها وصلاتو هذه 13 عام 14 عام. لا شوف شوف معلم كتب 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 اخويا كريم 2001 2002 معلم فاش شنو عطاني ارقام شنو دار هذا السيد شنو قدم شنو اضافه لكره القدم المغربيه شنو هي. ناخذوا السي بن يحيى، السي بن يحيى والله يهديك اصاحبي راه باقي لنا شوف كمل السي محسن كمل غير الختام باش نخلي السي بن يحيى كنعتذر منه. شوف خويا كريم الطريقه باش الطريقه باش جي راه حتى الفينال ديال الكوب ديال الكوب ديال هذه كاس الكوب ديال افريقيا اللي كنا لعبنا مع نجم الساحل، الطريقه باش تجيرات كانت كاتاستروفيك، وكان كان واحد الفيكتيف اللي عند الوداد زويون كان تيرمينا كان سعد عبد الفتاح ولاعبين لاعبين لعبوا في بيرجيكو لعبوا راه كنعرفوا حنا لا لعبوا لا لعبوا في العربي الزاولي اخويا كريم. العربي الزاولي وكفس العربي الزاولي كفس لا كانت لا كان ملعب مزيان اخويا كريم. راه عندي الماتش هذا راه عندي راه عندي لا تفرجت فيه اخويا كريم راه تفرجت فيه انا تفرجت فيه انا راه عندي يعني يعني تيران كريم شوف شوف ضيع القاب وحتى اللقب ديال كاس العرش اللي هضر عمر عليه راجل الوداد ما لقاتش المدرب هذيك الوقيته كان المشكل حيد المدرب جاب هو لعب الفينال صافي وحتى الاقناع راه ما كانش. وتفكر اخويا كريم سي بن يحيى ما رايك؟ هي واحد القصه باش كل كما يقولوا كل حق حقه. يا زكي بنا الفريق الوطني نتاع 2004 ولعب الكاس يعني الفينال مع تونس وكنا قاب قوسين ادنب الناصري غا ما تجبدش الناصري وقول لي بغيتي. لا لا انا نهضر غير على زكي 2004 قاد المنتخب قاد المنتخب المغربي زعما بحكمه عاليه وصل الفريق الوطني المغربي للنهاية والهزيمه الاولى ذلك الخطا نتاع الحارس وهامي كنا كان ممكن نفوزوا بكاس افريقيا وفي اقصائيه كاس العالم كنا قريبين باش نتاهلوا لولا ذاك الخطا الثلاثي او الرباعي نتاع الدفاع المغربي انذاك وذاك الهدف تاع الشاد اللي تسجل يعني بواحد يعني كما يقول واحد الكادو تعطى من لا من الحارس ولا من المدافعين.
يعني سعيد يحسب لي الزكي، وبعد ما نعرف بعض المسؤولين في الفريق تاع التيل الجزائري اللي بالوزداد قال لك انا خدم مع واحد خدمه عندهم مزيانه وفاز معهم بالكاس. اما بالنسبه للبطوله الوطنيه والفرق المغربيه فصراحه ما كانش ما قدمش شيء الكثير، ونبغي غير المدربين المغاربه ما ياخذوش بعض الفرق اللي يكون عندهم مشاكل في وسط السنه باش ما غاديش ما يوسخوش السي في نتاعهم. هذا هو المشكل، حنا اللاعبين المدربين المغاربه يشوفوا الفريق غارق وكيمشي، هو خاصهم المهم ديك ال 20 مليون كما قلت ولا 10 مليون، لا يهمهم لان غادي السمعه نتاعو ما غاديش تبقى وما غادي تبقى يعني كينقص في انظار نتاع الجماهير المغربيه بطبيعه الحال. واخا السي رشيد، ما رايك السي عمر راح غادي يعاود بين ما يرجع معنا السي عمر، ما رايك السي رشيد بالنسبه للسي بدو زكي؟ فجاب ماشي موضوع ديالنا بدو زكي، الله يهديكم اصاحبي تاش غادي تجبدوا السي غادي كنهضروا على كنهضروا لنا على الجديده والفتح، الله يهديكم اصاحبي. انا غنهضر على الماتش، انا غنتكلم على الماتش ديال الجديده، وراه فيه مدرب هذا، علاش غنهضر؟ بالنسبه لبدو زكي راه قام بواحد الشيء في الجديده، انه فرض على اللاعبين واحد يخفضوا من الوزن ديالهم، يعني حتى انهم يتحملوا ديك الطريقه ديال اللعب اللي كتعتمد على الضغط. واللي تفرج في اللقاء ديال الاخر ديال الدفاع الجديدي والوداد فغادي تبان له العمل اللي قام به بدو زكي مع الدفاع الجديدي، وخاصه في الجوله الثانيه، وكل الناس شفنا بان كيفاش الجديده اللي من بعد الهزيمه رجع التعادل وكيفاش ضيعوا الانتصار في الجوله الثانيه. كنتكلم هنا كيبان لك الاداء ديال الدفاع يحسب ليه، كيبان لك الزكي ملي كيجي لشي فرقه عرف زكي ملي كيجي لشي فرقه عرف بعدا الكونديسيون فيزيك ديال اللعابه غتكون طوب كتطلع. المهم هادي باش نقولوا باش نكونوا فاهمين عليها. واخا بالنسبه للفتح فكيبان لي ان ما بغيتش نقول، ولكن شكون يشعل الاوديو نقص. فبالنسبه للفتح كيبان لي ان وليد الركراكي ربما غيكون هذا هو الموسم ديال الاخير ديالو مع الفريق، لان الفريق كيعاني. سمعنا وليد الركراكي في الراجل ما نظنش لان حاليا ما نظنش، لان ما يقدمه كارتيرون حاليا في المباريات الاخيره مستحيل ان نشوفوا وليد الركراكي في الراجل. وثم انا وليد الركراكي ما نظنوش انه يتحمل الضغط اللي كاين في الفرق ديال كاز. واخا سي عمر وقيل عنده مشكل ديال الكونيكسيون، ريتها ما يرجع معنا نشوفوا بعد الميساجات الى بانوا لك السي نشوفوا بعد الى كانوا بعد لي ميساج ندخلوا معنا الناس يعني بعجاله باش لان الوقت ما عنديش مشكل في كونيكسيون، الا شتي مي طحت شوف العدد المشاهدات غادي يتزاد وانت غادي تعرف علاش كنطيح اخويا كبير. صافي فهمت واخا بالنسبه كمل لي ميساج السي رشيد باش ندوزو. قال لك سعيد الهلالي خلينا من لغه الخشب نقلبوا على لاعبين فلسطين سوريا ولبنان. وداكشي اللي قلتها هو ما تقاطعنيش باش نكملوا هادشي دغيا، راه الميساجات كثير. سير سيدي سير. ياسر اديب قال لك راه كل الاوديو خدامي نقص منه، الله يجازيكم بخير. يدير ميوت كمل السي رشيد كمل. قال لك الزاكي حلقات الانتكاسات مع الفرق الوطنية نبيل ودادي. وصوفيا الحر قال لك برأيكم مقابلة الغد ولاد الأمة، ما هو رأيكم في مقابلة الغد بين ولاد الأمة وشباب الريف الحسيمي؟ خويا عمر دويلينا على فريقنا الغالي الرجاء، وشنو خاصنا وشنو انتدابات اللي غيكونوا. نبيل ودي الزاكي خاصو حلقة انتكاسات مع الفرق المغربية. سعيد الهلالي حتى نقى معلم لعب ثلاثة الماتشات ودا لقب سوبر. معلم نقى والله حتى معلم مرضي الوالدين.
غنعطيه غنعطيه لي ميساج الله يجازيكم بخير ها السي رشيد ما تعطيه ما يعطيك عاقر لنا لي ميساج باش الله يرحم لك الوالدين محمد بونانا زيدان مشى الرياض فوق الريال في وسط الموسم مع ان الفريق كان في عز ازمه نتائج مع ذلك ما قالش ما كاينش اللاعبين بالعكس مشى الريال وجاب الالقاب للريال مع انه كان مغمور دابا ينوضوا ليه دخل ولده ياك السي عمر راه دخل ولده اليوم دابا ينوضوا ليه كمل اخويا ستيفان كاميني القاب الذكي لقب كاس العرش 99 بن هدي عبد الله بن هدي عبد الله الزاكي مدرب ضعيف خالد نومار كأس العرش مع مع فتح لا غير نانا عنده ألقاب عليه عبد الغني كوراج الزاكي مدرب عادي خالد نومار زاكي مدرب صارم ومن منو كونجي وراه كيلقى الفرقة نفسها عيانة سي قربال محمد قال لك حنا مجموعه من المرتزقه نتكلم على الاساتذه حنا لا نتكلم على الاساتذه حنا نناقش الالقاب وكل واحد عنده الراي ديالو السي قربال جاي باش تقربلها ولا سير سيدي سير كمل السي رشيد كمل خالد نومار قال لك التمثال راه عنده في المتحف ديال مايوركا تمثال صغير ربما نبيل ودي الزاكي مدرب ضعيف الصراحه ما دار حتى شي بصمه في اي فريق مغربي سعيد الهلالي قال لك الزاكي ناخب وطني ليس بمدرب كبير البطوله الصرامه ديالو هي اللي خارجه عليه داكشي اللي قلنا في ريال محمد من هذا الناكره اللي يتكلم على اسطوره مثل الزاكي بادي الطريقه قول لي سعيد بن مدرب كبير له شخصيه قويه سفيان الحر الزاكي اسطوره عادي الراقي الزاكي مدرب ضعيف يلعب على الدفاع الزاكي راه هو اللي قال لهم المقوله الشهيره ديال اللي بغى الفراجه يمشي للسيرك ياسر اديب قال لي ما تنساش اخي عمر يد واحده ما كتصفقش راه المدرب ماشي المدرب اللي كيدخل التيران تقريبا هادو هما الميساجات اللي كاينين السي كريم الزاكي هو المقوله الشهيره ديالو اللي بغى الفراجه يمشي للسيرك واخا نمشيو للسي عمر ما عطفينا هو ها هو عاوتاني جا واخا نمشيو للمقابله ديال هذا باش ندخلوا للميركاتو وندخلوا الاخبار ديال عمر نشوفوا هذه القضيه هذه واخا نهضروا شويه على المقابله ديال غير قولوا لنا بالنسبه لطنجه هي مقابله كبيره طنجة مع من السكري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله اتحاد طنجة أمام الجيش يوم الأربعاء هي غتكون واحد المقابلة اللي شيقة بين الجيش الملكي اللي لقى نفسه مع المدرب الإسباني ومع اتحاد طنجة اللي النتائج تحسنات بواحد الشكل كبير مع التحاق عبد الرحيم طالب بالفريق يعني غتكون مقابلة للمتعة واخ عطينا سميتو تخمينات مقابلة واحد لزيرو الجيش الملكي واخ السي بن يحيى مقابلة ديال الجيش اتحاد طنجة والجيش كنعرفوا الملعب ديال طنجة الله يهدي هذوك الناس اللي صوبوه وما عرفت الكاميلة فين داوها صوبوا نص تيران أول مرة في العالم كنشوف تيران مبني غير النص في الكوروندير 11 عام هادي ولا 10 سنين وما غيكملوا لا ما غيكملوش غيكملوا ولا ما غيكملوش اللي مشى كيخرج مريض بالصدر ما سي بن يحيى مقابله ونتمنى باش يكمل نتمنى باش يكملوا هذا الملعب اقرب وقت وشفنا مقابله المغرب مع الارجنتين كيفاش في هذيك تلك المقابله وكنا بنتفرجوا الفرجه الفريقين ويبقى ان قلت اي الفريقين ان يبحثان كل واحد منهم باغي يمشي للمراتب الثانيه ولا الثالثه على الاقل ضمان المشاركه في الكؤوس الافريقيه السنه القادمه وتبقى مقابله صعبه للغايه للفريقين يبدو ان النتيجه التعادل هي اللي غادي تحسمها اوكي الحكم ديال هذه المقابله هو حكم البصري وراه كنعرفوا حكم البصري المشاكل اللي كانت عنده من قبل ونتمنى ان
يعني يدوز مقابلة مزيان، لأن مقابلة كنشوفوا مقابلة كبيرة ومقابلة مصيرية بالنسبة للفريقين. واخا نمشيو للسي محسن، ما رأيك في هذه المقابلة باش ندوزوا للميركاتو؟ رأيتها ما يدخل معنا؟ هو على ما أظن أخوي كريم الحكم المصري غيحكم الماتش ديال فريق واتسون مع المغرب التطواني، ماشي الماتش ديال طنجة على ما أظن. هذاك الحكم شكون اللي قال المصري؟ أنا كاع ما جبت المصري أنا. على كل مصري والبصري البصري ما قدرتش نعرف. البصري كيسحب لي قلتي المصري، دونك المصري غيحكم الماتش لاحظ. ماشي مشكل أخوي كريم، ماشي مشكل. أنا كنظن المقابلة غتكون صعيبة، لأن الفرق بجوجهم كيقلبوا على المركز الثاني او خاصه فريق اتحاد طنجة كيقلب على المركز الثاني، فكنظن ان المقابله غتكون صعيبه على فريق الجيش الملكي، وكنرجح الكفته ديال اتحاد طنجة اخويا في هذا الماتش. اتحاد طنجة واخا مزيان. سي بن يحيى سي هذا، المهم هضرنا على هذه المقابله. واخا مقابله ديال الغرق الرجاء البيضاوي متنشي بفوز سوبر ويا تربع على عرش افريقيا سريع كوكب، والراجا مسكينه الكوكب بقات فيها، الراجا مسكينه جايه تسالات العالم وجابت الالقاب وجايين ما غادي يحطوا غف مراكش مساكن حاله حاله الله. بالنسبه لمراكش ما عندنا ما نقولوا عليهم، ما رايكم في هذه المقابله الكوكب والراجا؟ سي بن يحيى الراي ديالك ولا السراج سي بن يحيى؟ هي مقابلة كما نقول مقابلة انتحار بالنسبة للكوب الأخير، يكون في مراكش إلا الانتصار، وغالبا ما عودتنا الفريق المغربي بعد التتويج من الكؤوس كتجيب كتلقى بعض الهزائم، ولهذا في هذه المقابلة تقام الغمة للفريقين ومراكش قادر يخلق المفاجأة ويفوز. إذن الكوكب قادره كنعرفوا من بعد مقابله اللي كتكون فواحد لو نيفو، يعني عرف بان الرجاء يعني صعيب باش موتيفي لي جوور، يعني من بعد ملي كدي واحد اللقب نتمنى ان الرجاء تكمل لان كتنافس على الصف الثاني، نتمنوا ان 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 الرجاء يعني تبقى في لو ميم نيفو، لان ملي كدي كوب دافريك وتجي باش تلعب مع الكوكب صعيب الحال شويه. واخا ناخذوا الراي ديال السي رشيد. وكيف ما قلت لك السي كريم، راه كما تكلمنا على الوداد والحسيمه غادي نتكلموا على الرجاء والكوكب، يعني فريق كيلعب على مستوى عالي، الله راجع من التتويج، وفريق منهزم في اللقاء الاخير ديالو بخمسه الاهداف لواحد، يعني واحد المتناقض، واحد لقاء المتناقضات. فريق اللي جاب مدرب هو جواد الميلاني في اسبوع، عاود جواد الميلاني قدم استقاله ديالو ومشى، يعني كيف ما كنشوفوا الكوكب راه دابا راه وصلت اربعه المدربين. متفق معاك، راه بالنسبه دابا بالنسبه للكوكب ما عندهاش حل. علاش ما داروش التركيبه الرباعيه؟ دابا الكوكب باقي لهم غير التركيبه الرباعيه، هادو كلهم هاد الربعه اللي دوزوا الكوكب يقدروا يجيبوهم يكملوا بهم بربعه تل، راه هادشي اللي بقى. واش هذا السياره الله يعفو عنا وعليك، واش هذا السياره ديال الفرقه؟ كمل الرجاء حاليا السي كريم من بعد الاقصاء من كاس الكاف وجهوا التركيز ديالهم باش يكملوا الموسم، حدوا في هدفين. الهدف الاول تم تحقيقه بكل جداره، هو الفوز بكاس سوبر من امام الترجي، والهدف الثاني اللي لاعبين عليه دابا هو التاهل للعصبه، يعني حاليا ما كنظنش ان حذاري ثم حذاري البطوله باقا لعبه حذاري قال لك الا بغات الوداد تحسب غدا خصها تربح هذه المقابله هذه، ولا غادي يكونوا حسابات اخرى. طبيعي الحال فالبطوله باقا ملعوبه، مادام باقي ما وصلتش العدد النقاط اللي خول لك تفوز بالبطوله، اذا باقي ملعوبه. مادام انك يكون هناك امل ديال 1% خاصك تبقى لاعب على البطوله. حاليا الرجاء
وجه البوصله ديالو باش يمشي يلعب على المركز الثاني. وحاليا والكوكاب عنده واحد الماتش اللي صعيب ما كيحتملش في القسم، اما الرباح اما وضع الرجل لا لا الاولى في القسم الثاني. واخ سي عمر، بالنسبه لهذا الماتش، هذا الكوكب والراجا، سي عمر مالهم اخويا كيفكم؟ مالهم الكوكب والراجا؟ مقابله يوم الاربعاء، شنو تقدر تقول؟ قول لنا رايك فيها. مالهم راه لاعبين البطوله صافي، راه سالينا. لا انا مقلق منك استيكاي، انا مقلق منك، انا مقلق منك يا المتابع. علاش حسيت انك ملي كنطيح كنكتب لك في واتساب وما كتجاوبني؟ اش تكتب لي يا صاحبي؟ كنبغي نقول لك راني غنرجع دابا وما كتجاوب. لا ولكن عرفتي والله يهديك السي، واش انا والله عرفتي شحال ديال من الميساج؟ راه نوريك شحال ديال الميساجات كيجيو. ها ما عرفتي شحال ديال من الميساج كيجيو؟ راه اكثر من 30 ميساج غدا. ايوا غير قرا الواتساب، قرا الواتساب، بقات قرا الواتساب وصافي. لا ماشي مشكل، وقت ما انت طحتي حنا كنعرفوا عندك مشكل ديال هذا، وقت ما طحتي رجع، ماشي مشكل، ماشي مشكل. واخا سي عطينا الراي ديالك. كنظن باللي الكوكب راه كتحتضر، واللقاء الاخير راك وصلت المساله هذه بالملموس. الرجاء الان منتشي يعني بالتويجله، لكن الرجاء كتعاني من واحد اللعنه، ان في الوقت اللي كتتوج بشي لقب ولا كتالق في منافسه كترجع البطوله ضعيفه. ما عرفتش علاش، يعني الرجاء لازم هذا المشكل، نتمنى ان شاء الله على انهم يتفادوا هذه المره. لكن كنظن على انه الرجاء مرشح على الورق باش على ان تنتصف هذا اللقاء. كنظن بان الرجاء غتربح، كنرشحوا ان تربح. واخا واحد النقطة كنت باغي نهضر عليها قبيلة، ولكن زعما بغينا تناخذوا كاع المعطيات وداك الشيء. بالنسبة للتصريح، التصريح ديال المهم السي هلال قبيلة هضر عليه، وقلت لي واخا نحيدوا عندنا بعض المحاور اللي عندنا باش ناخذوا الوقت ديالنا الكافي. بغينا ناخذوا الرأي ديالك السي عمر، التصريح ديال الحداد ديال ما رايك، وغادي نعطي الراي، ناخذ بعدا الراي ديالك باش ناخذ الراي ديال الاخوان اللي سمعوا التصريح، اللي ما سمعوش المهم ناقشوا من بعد. المهم احنا نحاولوا هو ماشي تصريح، اول حاجه غير باش نوضعوا الاشياء يعني سميو الاشياء بمسميتها. اسماعيل الحداد ما دلاش بالتصريح، اسماعيل الحداد هذاك ستوري انستغرام ديال محمد الناهيري، يعني بتو محمد الناهيري في الانستغرام ديالو وتقاسموا مع يعني اصدقاء ديالو في انستغرام، لكن ربما اللي اتضح خلال هاد ستوري هذا لان الحداد كان يكون بروفيسيونيل، ما كانش يخرج بديكلاراسيون بحال هذه، ربما يعاب عليه على انه ما فكرش، لانه هو جا بغى يعالج المشكل زقعت زاد كحله، لانه كيفاش نعاود لك ليستوار ديال القصه؟ ليستوار ديال عاود بالنسبه باش الناس اللي ما عارفينش يعرفوا. دابا ليستوار ديال الفيلم هي كو بدر بانون في الانستغرام ديالو دار يعني تصاوب ديال الكاس وديال الطروفي، وهذا جا اسماعيل حداد كونت اللي كيقولوا لانه اوفيسيال ديالو. علاش اوفيسيال؟ لان عنده بزاف ديال اللعابه، عنده جوليان كيسيل المصور المنتخب الوطني اللي كيطاقيه به ملي كيكون على المنتخب التالي، فكيبان انه كونت اوفيسيال. ديك الكونت اوفيسيال كان كيدير يعني كان كيدير جام كيدير جام الطور ديال بانون اللي فيهم بانون بلي يعني مع السوبر مع اللقب ديال السوبر، يعني هذه المساله هذه ربما ما عجبتش الانصار، واحد العينه من الانصار ديال الوداد اللي تهجموا عليه يعني صبيحه اليوم، يا الفاعليه الداير يا هذا يا كتبحلف ليه يا هذا يا كعرف ديك الهضره. الهضره اللي غيكونوا كيقولوها راك عارفه. من بعد اسماعيل حداد خرج بواحد الستوري الاولاني قال اودي هذا الانستغرام هذا ما عنديش انستغرام وما عنديش فيسبوك. من بعد داز واحد شويه الوقت رجع لستوري ثاني فيه قال هنا فين هو ربما بغى يتصالح مع الجمهور تقعد زاد كحله. واش قال؟ لا لا ولا لا 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 كنسمعوك السي عمر. السي عمر عنده مشكل ديال هذا، واخا نكملوا ريتامي تاع خبينا السي عمر. سي رشيد ولا محسن اللي عندكم شي اضافه في هذه النقطه هذه؟ بالنسبه للسي كريم لهذه المساله، انا غنعطيك عنوان عليها، انا تبعتها اليوم غنقول لك العنوان المندبه كبيره والميت فار. يعني ملي كندو نشوفوا لاعب حياته الشخصيه يدير جيم يتكلم عن ما بغى، حنا نعطيك مثال بسيط باش ما باغيش نهضر في هذا الموضوع لانه تافه. إكزافي
إكزافي لاعب البارسا سولو على الصديق المقرب ديالو وقال لهم كاسياس. قلت كيفاش انت يا لاعب من ريال مدريد؟ لا ولكن حنا كنعرفوا المونتاليتي، ماشي هي لا مونتاليتي، ما تقال اذا علاش اشخاص لا ولكن انت عارف بان خويا كان لا 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 درت لي لايك راه صديق ديالي في ليكيب ناسيونال، فين هو المشكل؟ لا 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 ما شوف اتفق، لا اتفق، لان شوف استكاريك حنا وداديين، حنا كوداديين او كمغاربه او كجماهير خاصنا نبدو العنف. هادشي راه هو اللي كيولد العنف، هذا درتي ليه لايك، هذا ما درتيش ليه لايك، فين هو المشكل؟ اش فيها المشكل؟ الى انا اول واحد اتصلت وبارك للراجل، فين هو المشكل؟ انا ولادي فين هو المشكل؟ هو راه لاعب ديال كره، ديال الكره شوف كريم، راه في المنتخب راه كيلعبوا في منتخب كيباركوا، لا فرق ملي كديرها تعيط ليه في التليفون، تهز التليفون تعيط ليه ما كاينش مشكل، عارف انت كاينه الحزازه تبان هذا وانت هذا، يعني انت في شي حوايج اللي انت في غنى عنهم، ماشي زعما اللي معك. المهم ناخذ السي محسن. وغير انا كنظن بالنسبه للمساله واش هذاك الكونت اوفيسيال ديال الحداد ولا لا، لان الحداد في الفيديو اللي دار اخويا كريم كيقول بان الكونت ديالو السميه ديالو مبديه بان، وهذاك الكونت مبديه بحداد. مساله اخرى، الحاجه اللي قلقات اخويا الوداديين اخويا كريم، غير باش نكونوا واضحين، الحاجه اللي قلقات هو ان هذيك جيم دارت البانون، وكنعرفوا بانون انه شحال من خطره شاف الوداد وشنا له واحد لا فيديو ديالو فاش كان فاعل، ولكن انت راه خصك تبين لا كلاس ديالك، واخا الا كان هو غلط، بانون غلط واحد النهار، انت راه خصك تبين لا كلاس. لا شوف كريم، غير لا انا هيت انا هيت وجهه النظر ديال بعض الجماهير، ان الحداد كنت كنتمنى ما كانش يخرج اولا يقول لهم الكونت ماشي ديالو كما قال وصافي ويسد الموضوع. غير هو اخويا كريم، لان الحداد شي يكون دارها مثلا لاعب بحال الحافظي او لاعب اخر اللي ربما لاعب خلوق تقدر الجماهير تقبلها الى حد ما، اما منين ربما ديك جام ديورا هذاك التعليق ديال البانون، هنا الجماهير الوداديه، لان بعض الجماهير ما عجبهاش الحال، لان كنعرفوا ان بانون شحال من خطره شاف الجماهير ديال الوداد، وكذلك هذيك لا فيديو اللي قلت لك. غير هو الحد الان اخويا كريم ما نقدروش نحكموا واش بعدا هذاك الشيء صحيح، واش هذاك الكونت اوفيسيال ديال الحداد ولا لا. ومساله اخرى، فتنظن ان كتعرف كاينه هنالك حساسيه بين الجماهير ديال الوداد والرجاء، كتعرف حتى كون دارها لاعب رجاوي مثلا الوداد، راه ما كنظن حتى الرجاوي ما غيتقبلوش، وكنشوفوا لان ما تنساش راه مسؤولين في الرجاء احيانا ما كيبغوش يقولوا مثلا هذا ينطقوا بالاسم ديال الوداد، وهذا الشيء راه بان اخويا كريم الرئيس ديال المسؤول الكبار ديال الرجاء، لان في لا كوبا راه اخويا كريم منين جات نجم الساحل بالكار ديال الوداد غيدخلوا هذا الوازيس باش يترينيو، خلاو الكار على برا، العكس اللي جا واحد كنقول انا هاد لي ريزو سوسيو فيهم من الشر، سيرتو بالنسبه للعابه ديالنا اللي حنا باقي ما وصلناش لواحد المستوى باش نتناقشوا لي ريزو سوسيو وتقول رايك، وما واحد ما غادا ولا تصور مع واحد، هادشي راه في جامي، راه تالي سوسيو ديال راسي محمد اسويكي هو معنا على المباشر، ممكن يقدر ياكد هاد الحوايج لي سو ديال البارسا ولا ديال الريال، راه الحرب، ولكن كل واحد حر في هذاك الشيء اللي بغى يقول. هو ملي كت ملي كت واخا كريم، غير باش نوضح واحد الفكره، غير لان هادشي كامل اخويا كريم انا على ما كيبان لي، هنالك ربما الا كتعقل راه كتكون واحد الحرب ديال الاشاعات مره كتطلق على فريق الوداد، هنا بدينا واحد النوعيه من ديال الحروب اخرى. يعني اخويا كريم بغينا نشتو الذهن ديال اللاعب، لان الوداد داخل هذا الاسبوع على مقابلات حاسمه ديال، لان باغا تحسم البطوله، وهنالك مقابله ديال العصبه. وانت علاش مكومونتي كاع؟ شو كريم سميتو انستغرام ما كاينش حرب لا والو. كريم شو كريم هنالك رغبه لتشتيت التركيز ديال اللاعب، لان جايه مقابلات كبيره وخلق البلبله في الوداد. واضحه ناخذوا السي عمر قبل ما كانت عنده الكلمه قبل ما يتقطع بطبيعه الحال. فقط يعني باش نتمم القصه، فهو عوض رجع خرج بواحد ستوري ثاني، عوض ما ربما يهدأ الاوضاع ويحاول على انه يتكن واحد الاحتفال فيه، يقول ان فريق رجاء فريق كبير لما لا، هذا الشيء عادي، احنا مغاربه
فهو عاد تحلى يعني التصريح ديالو زاد الطينه بلا. فقال انه انا ودادي والوتا ودادي ديالي ما كتخلينيش نهنا افاجا وطاح في التعصب ومشى مع ربما بغى يفضي واحد المدعينه من الجمهور وبالتالي فدلا بالتصريح لا ينمو يعني ان دل عشان يدك يدل على انعدام احترافيه عند اللاعب ما احترامتنا ليه ربما ربما المستوى ديالو ممتاز لكن ما كانش احترافي لا ما كانش محترف انا فقط المستوى عندي واحد الملاحظه عندي ملاحظه راكي راكي يلعب بدور رخص هاد اللعابه عندي واحد الملاحظه خويا كريم اليوم واحد التكوين عندي ملاحظه الا كان ممكن عندي واحد الملاحظه انا ما نتحدثش على سمعي الحداد انا نتحدث على الوداد كوم كلوب النادي الوحيد اظن اللي ما هنا شفاجه بالتتويج القاضي لا ديال الكاف ولا ديال سي بي هو الوداد وما عرفتش علاش بصراحه مع العمر عمر عمر اسمح لي اخويا ابو حسين ان فاجا ناتهم في الشامبيونز ليغ باش يربحوها لا دي حسبان نات الوداد ربما المساله كناخذ عليها مسؤولين نادي الوداد الرياضي نادي كبير عريق عمر اكثر تويج في البطوله كان على مسؤوليه يكون احترافي لا ولكن شو عمر غير نوضح واحد المساله كتشوف قبل المقابله ديال النهائي ديال الراجع مع فيتا كلوب اخويا عمر جا كانوا داروا تصريح مع الرئيس الزيات على وهضر لهم على ارضيه الملعب وقال لهم بان الفريقين لان كانت الوداد كانت تلعب مقابله مؤجله نهار الاربعاء وكان الفينال تلعب السبت وقال لهم بان الفريقين لعبوا ما كانوش يلعبوا ما رضاش السيد ينطق الاسم ديال الوداد اخويا عمر لانه انا جواد ما كنظنش خويا محسن جواد زياد بالمستوى العالي اللي عنده غادي يطرح هذه المساله هذه عمر نعطيك مثال اخر اخويا عمر علاش في المقابله ديال كاس العرب فجاء فريق نجم الساحل بالكار ديال الوداد جا حتى الوازيس الكار ما دخلش بقى على برا ودخلوا اللعابه ديال نجم الساحل ومنين جات نهضات بركان كتبريباري دخل الكار حتى لو فون ديال الملعب دخل حتى الوسط ديال الملعب راه كاين هنالك اخويا عمر باش نكونوا واقعيين راه كاين حتى المسؤولين ديال الرجاء راه كاين اشياء كثيره خاصه هاد المسؤولين كاين منهم رئيس ديال دابا وبعض المسؤولين راه لذلك هنالك بعض نوع من الحساسيه مع المسؤولين ديال الوداد لا لا شي في عهد سابقين نقدر نتفق معك لكن في العهد ديال الزيات ما كنظنش على انه مستوى كبير اللي عنده ولا يعني المهام يعني الكبيره اللي كيشغل غادي يطيح في هذا الفخ ديال السي زياد لا سي عمر سي عمر سي عمر سي عمر انا كناكد لك الكلام اللي قال محسن فعلا هذه القضيه كاينه وموثقه بالفيديو لو بغيتي ارسلها لك شنو القضيه عاوتاني حتى السي راشد ديال الحافله منع حافله الوداد من ولوج الملعب لا هذه معروفه هذه راه هذه ما تحتاجش توثيق هذه راه معروفه هذه القضيه لا وفعاد الزيات طبيعي الحال انا شوف حافله اش انا كتجي حافله الراجل شوف هاد الحوايج هادو نكمل الفكره الله يرضي عليك هاد الشيء تافه يا صاحبي خاصنا نتجاوزوه نشوفوا المهم تكون علاقات ثنائيه وتبقى الرياضه حد الملعب ما ندخلوش اشياء هاد الحوايج هادو حتى اللعاب الله يغفر لنا ولاهم واحد النمره مش غير هو الحق بالحق يقال خويا كريم راجع فهد بان نات الوداد نشوفوا من الاول اللي نقول الوداد واخا نشوفوا واحد المكالمه الو السلام عليكم الو السلام عليكم مرحبا شكون معنا اخويا سمير من كندا اهلا وسهلا الحوار ديالكم شيق صراحه اييه ايوا يلا قول لنا انت الراي ديالك اش من بالنسبه للقضيه ديال الحداد اييه الحداد ما كانش يخرج بالتصريح يعني. هذاك التصريح كان بغى يخرج به كان بغى يصلح الامور ولكن صراحة المستوى ديالو الثقافي ما تمحش فيه بأنه يوصل الميساج ما كانش يخرج كاع يخلي غير الجمهور يقول ماشي أنا وما يصرحش ودابا جا بغى يصلح صدق وبالنسبة لهذ القضية ديال الحساسات راه الوداد شحال من البطولة داتها والجمهور الفريق الرجاء كمكسب ولا كمؤسسة ما عمره ما هنأ الوداد صراحة إذا لا لا سمح لي كنت معك خويا والله جا والله تاع الوداد
نرجع القرا ارجع اخويا ارجع رجع الارسي سعيدنا فيك رجع الارسي خويا كريم الا كتسمعني راجل عن ادوي الجوار وان ما يبقاو شي يكونوا التصريحات اللي تشحل الجمهور الراجا راه السي عمر قال لك الراجا راه هنات الوي هنات الوداد فاش دات العصبه ما كاينش بزيات دات البطوله 18 ودات البطوله ماشي في عهد زيات ولكن كيقول لك ما ماشي في عهد زيات حسبان عاد حسبان لا هي شوف اخويا كيبدا منهم المكاتب خاص المكاتب هما يعطيو ليكزامبل يكون بيناتهم عقليه يكون بيناتهم هذا باش يكون واحد الاحترام وكيعطيو حتى ليكزامبل ولكن واش هاد المكاتب واش ما كيديروش اجتماعات مع اللاعبين وكيحسوهم بهاد الحوايج هادو شوف دابا لي ريزو سوسيو راه كاين هادي ما خصكمش تقولوا هادي راه خاص هاد راه ما كطلبش شي حوايج كاينين دي زامبريمي كتطبعهم في الاول ديال السنه كدير اجتماع على الحوايج اللي خصك دير ها الحوايج اللي ما خصكش دير الكونطرا مسيناه هكا اش خصك دير اش خصك اش ما خصكش دير والصلاه على النبي وصافي اخويا كريم خاص يكون واحد الميجيكا يوقع عليه اللاعبين ان حتى واحد ما يخرج في هذوك لي لايف اكزاكتومون شوف هذاك الشيء حنا كنعرفوه وكنعرفوا لا مونطاليتي ديال الناس وراه قاصرين كيسمعوا هاد الحوايج هادو يقدر هو ما يعني والو بالنسبه لواحد اللي هذا ولكن بالنسبه لواحد قاصر يقدر ينويها في شي شكل ماشي كنعيوا انا كنقول لك لا ماجوريتي كاين واحد النسبه قليله ديال اللعابه ديال البطوله هما اللي كيعرفوا يتحاوروا عندهم لا كوميونيكاسيون الباقي ما كيعرفش صاحبي صراحه وكاين كيقولوا مصطلحات اللي تقدر هذيك ترجع عليهم بمشاكل كبيره طبعاً الحال والمهم نتمنوا احنا هاد الحوايج هادو يعني نتعلموا منهم كانوا تصريحات كانوا فيديوهات ولكن ما كناخذوش بالله يا عليهم اللي ربحوا واحد اللقب الريال قالوا لهم البارسا ملي غيجيو ما غندخلوش ليهم غنصفوا عليهم موال ولكن شوف هاد الحوايج هادو راه طراو راه خرجوا لعابه بفيديوهات خرجوا لعابه بهذه بهذا ولكن ملي ما كت خاطرهم يعني قرارات عرف بان راه هادشي غادي يكثر سي نورمال راه عادي هاد الحوايج راه ماشي مي بون شنو دابا اللعابه ديال الوداد واحد المنعطف شويه صعيب خاصك تكون كونسونطراو على الماتش هادشي اللي كاين الانسان هادي هذاك النهار تا وقت نقص من الانستغرام شويه و تكون كونسونطرا على الماتش ديالهم خاص الناصير يجمعهم ويدير معهم اجتماع يقول لهم حيدوا لي هذا الانستغرام وهذا الشيء ثاني بطوله ثاني الاصبع وتا المدرب تا هو راه خاص يكون اجتماع باش حيت ما كما قال شي ما عندناش هذيك المونطاليتي باش نتعاملوا مع لي ريزو سوسيو لا راه حتى دابا واحد كيخرج مثلا سالا ماتش راموس ولا هذا خرج ومشى تعشى مع الاصدقاء ديالو مشى انا راه الغد راه بحال غادي غدا للخدمه راه كينسى داكشي اللي داز حنا لا راه كيبقى مكونسونطري معاه دماغه كله لان دماغه خاوي دماغ كله مكونسونطري مع ديك الكلمه ولا هذاك دار في انستغرام انا غدا غادي ندير واحد الفيديو مع ولاد الدرب واحد غادي يمشي عاوتاني وغادي نبداو العود حنا ما نتكونسونطراو على الماتشات اللي جايين وعلى كيفاش النيفو ديالنا نهزو غنقولوا انا ناصيري ملي عطى واحد العتاب للناهيري ملي ربحنا الرجاء في الديربي وخرج الناهيري دار واحد الفيديو وانا في فيسبوك قلت للناهير خصك توقف وراه ناصيري صراحه والجلال وقف نورمالمون الناهير خصك توقف حيت هذاك الشيء هو اللي انا ربح الرجاء نبقى كلاس ما ندويش احتاف مع ليكيب ديالي ما عندها حتى علاقه هادي تخرج دير فيديو داكشي ما عندها حتى علاقه تبين ليا في التيران شوف بغيتي تبين ليا شي بغيتي تبين ليا وشوف بغيتي تبين ليا بين ليا في التيران والتيران ماركي ليا البيوت وهذا وربح فرقتك وهذا لا بالنسبه للرجاء لا بالنسبه للوداد هذا هو الشغل الشاغل ديالك خلينا غير حنا نبداو نهضروا في الانستغرام والفيسبوك وانتم لعابه لعبوا برجليكم وخليوا هاد الحوايج هادو واحد عجال على ما هو تقني بالنسبه للوداد الوداد دابا تلعب دابا عنده واحد الماتشات كان كيطلب من البنزرتي يحاول يغير المنظومه الدفاعيه ما كنتلقاوش شي اهداف بواحد الطريقه بليده وبالنسبه للبطوله رقم لعوبه اللعابه خليو رجليهم في الارض ويحكموا المقابلات اللي جايين
وبالنسبة لكوريا كونغ راه نتفرج فيهم مع الترجي عندهم لي بال داغيتي راه موخي متحلى عندهم لي كورنير مزيانين فيهم وعندهم لي كونتر كونتر اتاك لا فريق اللي كي كيعرف يلعب خارج الكورنر راه هي لي كورنر اللي كيجي فشي كورنر ما كيعرفوش يتعاملوا كيتلقاو الاهداف بزاف واخا غدا الكورنر اخويا كريم واش بغيتي شوف غدا راه غنكون ساعه مع الحمراء كله ديال الوداد الا كان عندك الوقت وبغيتي تكون معنا مرحبا بك غناقشوا هذا شكرا الاخ ديالنا اللي كان من كندا عطينا الكلمه سي غادي ندوزوا للفقره الاخيره الفقره ديال الميركاتو الاخبار نشوفوا شكون اللي راه شي واحد عنده الصداع شي واحد عنده الصداع راه كنكون نشوف واخا نشوفوا السي عمر الا كاين شي اخبار الا كاين شي عند خويا كريم الا كاين شي ما كاين والو اخبار على الميركاتو لا ناقشوا هذا الشيء اللي عندنا وندخلوا معنا السي بني حيره باقي معنا ناخذوا هذه المكالمه ونعطيو ثلاثه صافي الميركاتو سي كريم هو الاول شوف الميركاتو واخا الاخ ديالنا اللي كنت اخواننا كيتسناو ميركاتو واخا نمشيو للميركاتو نبداو بنهضه بركان نهضه بركان كاين اخبار على المهم نهضه بركان بقوه كت اللي بغينا نقولوا نشوفوا مع ندخلوا معنا السي بن يحيى اللي كان عنده مشكل ديال التغطيه باش نناقشوا هذه المواضيع المهم قدم عرض رسمي للحارس المحمدي ولا باكوجو من اجل التجديد ولكن باقي ما كاين والو ما رايكم السي عمر لا باكوجو مشى للترجي باقي كتهضر على لا باكوجو لاباكوجو صافي مبدئيا مع الترجي صافي لاباكوجو وما علاش جابوا ماكوسو ولكن شنو ماكوسو واخا ولكن باقي ما كاينش ماكوسو لا اتفق يعني اتفق مع الترجي غادي تكون واخا بالنسبه السي بن يحيى عنده مشكل بالنسبه للحارس المحمدي اللي طاحت الاخبار ديال عنده واحد العرض رسمي كنظن بانه المحمدي باغي يجددوا معاه لكن لحد الان باقي ما وقفش على تمديد العقد وفقت نهضه بركان هادو هما الاخبار اللي كاينه حاليا الان باقي ما كنظن بلي ما غيبقاو شي صعوبه باش يمددوا ليه بحكم لانه ما كايناش عروض حاليا من انديه وطنيه وحتى نادي نهضه بركان فيه يعني في التوجه ديالو جديد هو يلعب على الالقاب والتالي فضروره الحفاظ على ثوابت الفريق اللي الحارس المحمدي واحد منا واخا بالنسبه المهم الاخوان لا عندكم شي حاجه دخلوا معنا في النقاش الا رشيد ولا محسن عندكم شي حاجه دخلوا معنا في النقاش باش الا عندكم شي حاجه ما كاينش راه غادي نبقاو غير كريم كاين واحد المحمدي غير محسن تفضل بالنسبه للمحمدي كنظن ممكن ان الوكيل ديالو ربما يقدر يشوف له شي عرض هذا في السعوديه وممكن حتى فريق البطوله لا بالنسبه للمحمدي انا اللي كنعرف ان الوكيل ديالو واعدو انه غيشوف لي عرض في البرتغال محمدي لا انا هاد القضيه البطوله ما تدخلش لي لعقلي شكون اللي عند الان شكون الفرقه اللي غيقدم ينتقل ليها المحمدي غير الوداد ولا فاجا شكون هي انا كنأكد محمدي الكلام ديال عمر خصو يبدل محمود محسن المحمدي خصو يبدل محمود محسن ماشي بحالة إلا كان انتقال ديال تاكناوتي خارج المغرب ممكن أن المحمدي يكون في الوداد ونتمنى راه سينا الكونطرا ديالو في بنجلون نيت يعاود يرجع يثيني فيه راه ممكن لأن سمعنا في يوم الاثنين عطيت الخبر ديال أن تاكناوتي عطاته عروض باش يغادر فريق الوداد البيضاوي كاينه عروض قويه للتاكناوتي كاينه عروض قويه بالنسبه للتاكناوتي اللي كنا الاولين باش نقولوها انه ممكن يعني هاد نهايه الموسم يعني يقدر التاكناوتي لان العروض واحد العرض كبير ومغري وصعيب كنعرفوا دابا في هذا الوقت هذا صعيب اخويا النصيبي يطلق لك التكناوتي ايوا شي النصيبي حاليا اصعب حاجه يطلقها هي التكناوتي حيت باقي صغير
ومصوع حابيس كبير ايه ولكن صغيره ولكن راه العاقه زوينه العاقه زوينه العاقه زوينه الا كان شي مونطون مقمح شوف كريم وي كريم كما قلت لك راه ممكن لان بين قوسين انا على حساب ربما الاصداء اللي وصلتني وداك الشيء ممكن ان الوداد حاط عينيه في حاله شي مشى تاغناوتي وبركان كيفكروا ربما في غارديان ديال فاس وراه الوداد دابا راه خاصه راه الوداد خاصه تا غارديان بيوت راه الخروبي غيمشي الخروبي غيمشي ما يمشيش تاغناوتي راه الخروبي غيمشي راه التاغناوتي التاغناوتي خويا كريم طاحت عليه مزيان التاغناوتي القصه ديالو واعره القصه ديالو هو انه كان دو زيام غارديان بركان بركان تعاقدوا مع المحمدي خرج هو فابور طاح على الوداد الى الوداد من بيبيطات لهم رشيد حسني اعطاه التكناوتي طاح عليها فابور من بعد معنان معنان وعطاه فيه التكناوتي وزقات دابا الوداد شنو زقات الوداد بحال غارديان تقريبا ما طاح عليها بوالو وبحال فيه فلوس وصدق على الحي وصدق مشى للمنتخب والكارد ديال الاول اللي كان هو المحمدي في بركان ما كيعيطش ليه بنا شوف شك... شوف زعما كي كتطورات القضيه سبحان الله من الحي الثاني شوفوا الراي ديال الوطن واخا شوف كريم نورمال مو حشي حتى القضيه ديال ان التاكناوتي باش جا الوداد كنظن هنالك عين تقنيه اللي هضرات مع الناصري باش يجيب التاكناوتي ولو كانت بركان ما كيحبش كان هنالك اشخاص اللي هضروا مع دونك بلا ما نقول الاسماء اللي هضروا مع الناصري باش يجيب التاكناوتي لان شافوا فيه انه مشروع تا هضرنا على خويا بلا ما نقول الاسماء خويا كريم اسمح لي فقط ندخل التاكناوتي كان دار واحد سلسله من المباريات الى ما خصني نكذب 8 ولا 9 د الماتشات ما تمارك عليه ثابت وكان دوزيام غارديان انا ذاك وتما فين ربما عرفوه الناس وعرفوه جا من الاكاديمي وعاد تما فين تعرفوا عليه الناس كان باقي صغير يلا عنده شي 18 ولا 19 عام انا ذاك كان باقي صغير بزاف مع بركان ناخذوا عرج وبلاتي ناخذوا الراي ديال السي بن يحيى هو اللي بركان ناخذوا الراي ديالو السي بن يحيى كان عندك مشكل ديال التغطيه بالنسبه للمحمدي الحمدي عنده عروض الحارس المحمدي السي بن يحيى السي بن يحيى بالي اكيد ضحك خلات فريزات لي لاكام بن يحيى فرحان واو كيضحك تفريزات ليك راك بن يحيى ريت ما يرجع معنا مرحبا كيضحك فرحان واخا نمشيو للاعب الكونغولي فابريس نغوم وبالنسبه للسي كريم بالنسبه للاعب فابريس نغوم راه كنا سبقنا واكدنا بانه قريب جدا من النهضه البركانيه رغم بعض المنابر الاخرى اكدت انه وقع عقد وعطى الموافقه المبدئيه في التوقيع في كشوفات الرجاء الرياضي لكن واقع الحال يقول ان فابريس نغوما قريب جدا من توقيع النهضه البركانيه بعد ان ابدا هذا خبر السي عمر ما رايك سي بن يحيى انا كنقدر نختلف مع رشيد وربما يعني غادي توصل مبات سي عمر يعني سي عمر غادي لكم بحال داكشي ديال الراي المعاكس لا تحكالك انت نشوفوا سي بن يحيى كتسمعنا كنسمع غادي نرجع لك سي بن يحيى لك الكلمه سي عمر وكنظن باللي يعني الاصداء اللي توصلنا بها خويا كريم توفيد لانه الرجاء اتفقت يعني مع كاين اتفاق ما بين الاطراف ما بين الرجاء وما بين الوكيل الاعمال ديال فابريس نغوما هادو هما الاخبار اللي عندنا على بركان ربما الموضوع ما عندناش عليه اطلاع تام لكن الاخبار اللي توصلنا بها فكاين هناك اتفاق ما بين الرجاء وفابريس نغوما هادشي اللي كاين حاليا الوكيل الاعمال ديالو راه كان في الوظيف فقط باش واحد المساله راه كان في الوظيف يعني ماشي ماجاش فقط هي مساله عاديه سي عمر هي مساله عاديه ان الوكيل يمشي للوزيس ويمشي لاي مكان ما يمشي لبن جلون يدور اي مكان لان هو كيقلب على العرض المناسب للاعب ديالو فبالنسبه للاعب الكونغولي فهو قريب جدا من نهضه بركان وكتحمل مسؤوليتي في هذا القرار في هذا الخبر هذا وكاين واحد الخبر اخر غياكد لك هذا الكلام ديالي اللي قلت لك راه غيقولوا سي كريم
لا ما تبغى بغيت تلصق لي انا. لا اخويا قولوا انت علاش تقول لي انا ما تقول لي اخويا ما نقول انا كمل نقولوا نكملوا قولوا اخويا انا ما تلصقش بلاتي في الغيز كفر لان لاعبين لان لاعبين من نهضه سبركان افارقه غادي يمشي هما تيطالو الاخر تيطالو الاخر مبيخي شنيدو شيليطو هذوك لا ولكن هذوك راه داخلين في هذوك راه داخلين قضيه ماكوسو راه داخلين في قضيه ماكوسو واد ماكوسو داخل جملال هذوك لا هذوك لا هذوك داخلين في قضيه ماكوسو انا حساب الاخبار اللي عندي انه نقوما اتفق مع الرجاء ومن الناس انا دول على الحقائق انا شوف انا دول الخبر اللي انا الخبر اللي عندي هو ان الزيات ما بغاش يعلن باي باي صفقه حتى يدوز سوبر ودابا ملي داز سوبر دابا كنظن ان 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 فابريس نقوما قريب من 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 الرجاء لان بزاف ديال الحوايج تبدلوا غير هذه 3 ايام 4 ايام بزاف ديال المسائل تبدلوا غنشوفوا الوقت اشنو غادي تجيب ولكن قريبا جدا فابريس نقوم قريبا من الرجاء انا كنتفق مع السي عمر نشوفوا السي نديروا على شي اعراضه السي كريم نديروا على شي اعراضه اش كاين مرحبا نشوفوا السي مرحبا السي بن يحيى كيضحك عاجبو الحال المهم نقوم ولا اي واحد المهم هو بخير وعلى خير سي بن يحيى عندك شي اخبار حتى من الكواليس ولا والو هي في الحقيقه كما قلت لكم ديك الاسبوع الماضي راه صافي في البركان حتى نقوم وهذا يمكن غادي نضيف يعني الاخر تاعي للسي رشيد نقدر نشوفوه في البركان فيما يخص الحارس محمدي مازال حتى حاجه ما دارت ولكن للاسف الشديد مدرسه بركان كان في زمن الماضي الجميل كان يقدمون الحراس كبار في البطوله الوطنيه اليوم ولينا نعانيو مع الحراس يعني نتمنى باش مدرسه بركان تخدم على هذا الجانب باش يخرجونا يعني الحراس امثال واخا واخا نشوفوا نشوفوا اللاعب نجيب المعتني قريبا من بركان انا هذا اللاعب كثرت عليه الهضره بزاف في الاونه الاخيره بحكم انه لاعب اللي كما نقولوا عليه فنان وسط ميدان متميز رائع كيلعب في الاوسيكا اللاعب ما ربما ما المده جلب الانظار ديال عده لاعبين ديال عده فرق منها فريق الرجاء من فريق النهضه البركانيه واغلب اللاعبين هادو اللي كاين وحط طنجه فنجيب المعتني كان هو غيكون هو اللاعب اللي معول عليه النهضه البركانيه انه غيعوض ليها عبد الصمد المباركي بحكم ان اخر موسم لعب عبد الصمد المباركي مع النهضه البركانيه هو هذا وقرروا ان نجيب المعتني يكون نجيب المعتني على حساب المصدر ديالنا دائما اكد لي انه اعطى الموافقه ديالو باش يلتحق بالنهضه البركانيه في انتظار دخول النهضه في مفاوضات مع الاوسيكا هذا الشيء اللي كاين عندك ما سي عمر كاين شي حاجه ولا لا ما عندي اي تخبر ما عندك تخبر واخا هنيتي راسك وهنيتي وهنيتينا لا المعتني مسؤولي المعتني مسؤول خبيب كاع ما بغاو يطلقوا ها الرجاء الوداد الجيش ما من الصيف اللي فات ما بغاوش يطلقوا ايوا الى قرب يسالي الكونترا اللهم يستافدوا منه مهم دبروا راسهم نشوفوا السي بن يحيى عندك شي حاجه نتمنوا باش يكون من تاع المباركي كما قال الاخ رشيد لان المباركي في اخر سنه انت باش ان شاء الله على السنه القادمه باش بركان جمعات سي بن يحيى بركان جمعات حبوا تبن بان لي غاك الحق سي بن يحيى خليكم ضاربين انتوما هما الخبر غيجي من الاخر واخا نشوفوا السي اخ اللي كيعيط لينا غنساليو هذه الفقره ومرحبا بعد ناخذوا بعض المكالمات واخا نشوفوا السي محسن الا عنده شي خبيره سي محسن شي حاجه ولا بالنسبه للمعتني كنظن هنالك اهتمام ديال نهضه بركان غير انا كنظن بالنسبه صراحه شخصيا اخويا كريم كنظن ربما المعتني ماشي هو داك صانع اللعب اللي نقدر نقولوا زعما
بروجي ديال واحد اللعاب كبير. ولكن كما قال رشيد يقدر يكون هو رومبلاسون ديال مباركي اللي عنده 37 كنظن سنه عنده 37 عام. كنظن ممكن ان المعتني قريب من مهضره بركان وكنعرفوا بركان عنده لي مويه وخريقة كنظن مؤخرا راهم كيبيعوا لاعبين ديالهم يعني الى تعطى واحد المونطون اللي كبير راه اللاعب غيمشي. شوف ملي كيجي الطوس لشي فرقه عرف غيبدا البيع. لا خريبكا ديما كتبيع عرف غيبدا يبيع جمله وتفصيله واخا. لا خريبكا ديما كتبيع اخويا كاين. مرحبا ناري واحد النمره وفيها شحال ديال ثلاثة 4-8 النمره. الاخوه اللي كيعيطوا لينا ريتما نكملوا مع السي كمل مع النهضه البركانيه. وكاين عاد كاين واحد الخبر ديال زيد كروش. زيد كروش يلا كروش فقط خويا كريم واحد المعلومه بالنسبه لزيد كروش يعني ما قدرش يتاقلم مع الاجواء في الهند الماكله والطقوس والعادات ما تاقلمش معها وبغيها تاكل الهند راه صاحبي. وكان كان مريح في تيطان وكان يوسف كاين عبد الشهيد دابا مشى للهند مسكين جران والحناش اش غيتاقلم الله يرحم عمر. كاين حتى عبد ديال اتحاد طنجه حتى هي يعني حاطه عيني على زيد كروش لكن كنظن لانه ديك العداوه اللي كاينه يعني العداوه في كره القدم بطبيعه الحال ما بين الناديين ديال اتحاد طنجه ومغرب تطواني قد يعني تحوم الفريق فارس البوغاز من خدماته. ثاني فكر انه كيبقى نهضره بركان كان هو الاخر واحد المرشحين على الورق للظفر خدمه اللاعب. زايد كروش اخر اخبار قريب جدا من مازال خبر اخر مازال خبر اخر بلاتي السي راشي تا سكشت هذا الخبر هذا شي واحد تقرع تما في بركان وبديت كتصير الاخبار والله يديك السي السيرة. لا خويا ناخذوا الراي بعدا وبلاتي ناخذوا الراي ديال السي محسن ونشوفوا الخبر الجاي ونشوفوا السي بن يحيى كيضحك عاجبو الحال كريم بالخفض. وبالنسبه لي انا شخصيا صراحه زيد كروش كنظن ما عنده ما غيدير في الفريق من حجم نهضره بركان اللي كيلعب في المنافسات الافريقيه وكذلك اتحاد طنجه اللي باغي يلعب المنافسات الموسم القادم وينافس على البطوله. فتنظن انا شخصيا انا زيد كروش ربما حتى البنيه ديالو ما تقدرش تعاونو في المقابلات اللي فيها لونجاجمون فيزيك وهذا الشيء كينطبق حتى على اللاعب البنيه ولا شتي المباركي راه البنيه ديالو لا كريم اللاعب كتشوف اللاعب كتحس به كاين بعض اللاعبين اللي كتكون البنيه ضعيفه لا ولكن اسمعني اخويا كريم كتكون البنيه ضعيفه ولكن كتحس باللاعب كما كنقولوا عصبه قاصح. بالنسبه لزيد كروش ما كان شوف خذ من عندي ما كنظنش واش غتكون اضافه كبيره غير واحد القضيه باش قبل ما نختم اخويا كريم هو ان بالنسبه للاولمبيك خريجه اللاعب الحشادي راه ربما قال المقربين منه لانه عنده رغبه كبيره يجي الوداد وحتى هو قال لهم رانا كنبغي نهضروا على بركان صاحبي واش صاحبي ديما كنقول لك صاحبي تهضر معايا على هذا الشيء حتى غنوصلوا له تخلي الوداد غنوصلوا الوداد صاحبي الله يهديك صاحبي ايوا صافي هادشي صاحبي صاحبي كتهضر لي على وخلي السي بن يحيى يهضر لينا واش كاين والله يهديك قلت انا غتنقص خريف قال اللهم نذكروا قريب كويس كويس بالتاج لا راه غادي البركان وحنا لان بركان هي اللي دخلت السوق ديال الانتدابات بواحد القوه واذا حنا كان هاد المسائل اللي كاينين حنا ماشي وعطيتك بن يحيى دونك نفتحوا المجال سي بن يحيى خويا كريم واخا ناخذوا سي بن يحيى نشوفوا الراي ديال سي بن يحيى الذي يضحك والابتسامه عريضه على وجهه. سي بن يحيى محيا انا لا نعرف بان الفريق البركاني كيخدم في السير كثير في هذه المسائل تاع الانتقالات وعندي اليقين ان غادي يجيب لاعب في المستوى العالي ومشروع كبير عندنا في البركان في السنوات القادمه باش غادي ينافس على الالقاب وخاصه حتى هو عنده مدرسه كبيره اللي غادي تفتح قريبا في مدينه بركان ومدرسه اخرى في مدينه السيديه ولهذا نعرف بان يعني يمكن شاليدو وجبريل اللي كان جابوهم يمكن ما استفدناش بهم كثير غادي فريق يسرح ولكن بالنسبه للفريق ان هذه السنه شفنا الفريق البركاني لعب 14 لاعب وعانى كثير في البطوله الوطنيه عكس الكاس القاف ولهذا خطرصوا على الرشيد ان شاء الله الفريق البركاني السنه القادمه غادي يكون عنده لاعبين كبار وغادي يقدم شيء كثير لكره القدم المغربيه لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الافريقي. واخا سي بن يحيى واخا الحارس المغرب الفاسي مراد يزمن في مفكرة ديال بركان تا هو
ممكن يلتحق بالكتيبة البركانية، ما رأيكم؟ هذا السي كريم حارس المغرب الفاسي مراديزم في مفكرة ناضج بركان، هذا حاطينه في حالة عدم تجديد عقد المحمدي، حمدي حاطين هذا الحارس غيكون البلان بي، والبلان سي غيكون هو الحارس ديال جمعية سالة. كنعتذر للمشاهدين الكرام أن الاسم ديالو مشى ليا، مشيتي بعيد. هذا بالنسبة لزيد كروش، فعنده عرض من نهضة بركانية، وتا هو في كاين البلان او بلان بي. بلان ا فيه نجيب معتني، بلان بي فيه زيد كروش. هنا كنحاول انني نقدم واحد التحيه للمسؤولين ديال نهضه بركان اللي ما خلاوش شي حاجه للصدفه، يعني دارسين الاماكن الخاصه ديالهم، حاطين البلان ا بلان بي لجميع الانتدابات، فتحيه لهم. هذا بالنسبه فيما يخص نهضه بركان. مشيتي بعيد، وليتي كتربح، وليتي كتعطيهم. وا سيدي راك مشيتي بعيد طبيب حار، ملي كتشوف الاحترافيه سي كريم بحال هكا كنتمنوا نشوفوهم في كاع الفروق. ملي كتشوف بلون او بلون بي تشكيله، راه مساله عاديه، نتمنوا نشوفوها في الوداد، في الرجاء، في جميع الفروق. ماشي لاعب لا مشى لاعب كدير يدك على وجهك. واخا سي عمر حارس خويا الفاسي مراد. ما عندي حتى شي خبر اخويا بخصوص هذا الحارس. شتي عفتناك اليوم، ها عجبنا الخبر. ما كاينش مشكل. واخا ندوزو ندوزو هو الحارس الرسمي ديال المغرب الفاسي. المغرب الفاسي حارس دري، حارس زوين، حارس زوين، كيقدم واحد الاداء جيد مع المغرب الفاسي في هذا واخا منذ مرحله الاياب. صافي يلا نشدو على بركان، ندوزو لاتحاد طنجه. تقديم عرض رسمي بالنسبه لزيد زيد كروش. المهم هما وبركان مطايفين عليه، هما وبركان هضرنا عليه مطايفين عليه. عرض رسمي لمدافع فيتا كلوب يانيك بانزالا لي تومبو. مي تادي خصني سيمانه عاد نحفظ هاد السميه انا. واخا هذا المدافع تقدموا بعرض رسمي، واللاعب عطى الموافقه المبدئيه ديال انه يلتحق باتحاد طنجه الموسم القادم. اتحاد طنجه تا هما داخلين بقوه فهاد المباراه. ومعلومه هاد اللاعب ومعلومه مهمه نضيفوها، هاد اللاعب هذا يانيك بانغالا لي تومبو، هذا راه صديق حميم للاعب ديال اللي جاب اتحاد طنجه. صديق حميم ديالو، صديق ديالو. هو الواقيلا هو اللي توسط ليه، قال لي كاينه الكاميله في طنجه جي مزيان. هادو هاد خويا كريم كنعرفو، انا شخصيا كنتحفظ على هاد الكلمات ديالك. ديالاش اتحمل مسؤوليتك في هاد الهضره ديال الكاميله. أتحمل مسؤوليتك أخويا. المهم الجميلة، واخا سيدي نتحملوا المسؤولية. سميتو حمودة، أنت هو رسميا اتحاد طنجة الموسم القادم حين الفريق ديالو في السعودية رفض أنه يجدد ليه العقد، غادي هي مسألة عادية، غادي يرجع الفريق ديالو. وعندهم هذاك الشيء عندهم هما، ياك السي عمر عنده غير إعارة عام. هما عندهم داك اللعيبه كيجيبوا لعاب واخا يكون مستوى ولا هذا، كيبغيو يبدلوا الاجواء. بالنسبه لنا فاخويا كذا، بالنسبه لحمودان، بالنسبه للسعوديه الامارات قطر كيضربوا بك عام، واخا تكون ما عرفتش شنو كدير، كيبغيو يجددوا كيجددوا الدماء. واخا نشوفوا الاخبار اخرى. هو السي دابا غندوزو للوداد ونجيبو السي محسن حتى هو. يلا السي محسن يعطينا اخبار الوداد. يلا سيدي حنا خلينا لك الوداد باش خلينا لك فسحه باش تعبر وباش تدخلنا في التمخميخ. يلا سير سيدي. يلا هو خويا كريم، كلمة لك غير تعليقا قبل ما ندخل الوداد، تعليقا على داكشي اللي هضرتو عليه. كنظن الحارس ديال جمعيه سلا راه ربما قريب حتى لفريق الجيش الملكي، وكنعرفوا هذيك العلاقه اللي كتربط الجيش مع لايسيس مع الجمعيه السلاويه. خويا كريم راه ممكن هذاك الحارس نشوفوه حتى في الجيش الملكي، كما بالرحمه راه كان في لايسيس وتا هو مشى له. بالنسبه للوداد خويا كريم، ربما غير مقربين من الحشادي، هذا قال لهم بانه هو محب لفريق الوداد وتيتمنى انه يلعب في الوداد، وتنظن هنالك ربما حتى رغبه من
من المسؤولين ديال الوداد ديال الناصره انه يجيب لاعب، خصوصا وان اللاعب عمره باقي صغير وعنده امكانيات بدنيه كبيره، لان لاعب اللي تبارك الله صحاح كيلعب بالراس، يعني كاين عنده لامارج فين هذيك لامارج ديفوليسيون مازال كاينه. يعني اليوم انا الوداد انا غنسيني في الوداد وابدا الرغبه ديالو. سي محسن فين هو؟ محسن طار، هو قال لهم انني باغي نلعب في الوداد. انا ما عنديش مشكل. واخا محسن راه قال لهم انا ما عندي حشادي، قال لهم انا ما عنديش مشكل نلعب في الوداد الى الفريق بغاني، خاصهم يتوجهوا للفريق ديالي لونسيكا يتفاوضوا معاهم. يا هو ما عندوش مشكل. المهم انا غير كنت تحفظ على بعض هاد اللعابه اللي كيكونوا باقيين صغار باش كيجيو للوداد. الوداد فريق كبير وخصو لعابه اللي يكون يعني لاعب اللي يكون متمدرس. يعني احنا شفنا بركان وشفنا طنجة اللعابه اللي جابوا. اذا انا كنقول بان هذا اللاعب يقدر يكون مزيان في خريفقه، ولكن باش يجي للوداد وممكن تبريباريه العام الجاي ولا هذا باش يجي ويدخل معاك هذا صعيب شويه. سي كريم هي ستي كريم خاصنا نفهموا واحد القضيه، بس شوف هذاك البوست شتي مازال كون كان اريير غوش ميليو شويه هذا نقدروا نقولوا يبقى مخبي ما كاينش مشكل، ولكن هذاك البوست حتى شي لما ماركيتيش انك يعني غادي يولي عندك مشكل. السي كريم راه خاصنا نفهموا واحد القضيه مهمه جدا، ان اللاعب المهاجم كيف ما كان نوعه خاصك تعطيه الوقت، خاصك تعطيه الوقت وخلي انه يسجل. انت فاش اسمعني نكمل لك الهضره. فاش كتجيب واحد اللاعب انت راه خاصك تكون متاكد اولا من ثلاثه الحوايج. اول شيء تكون متاكد انه غادي يفيد الفريق، وتكون متاكد من المهارات من المهارات البدنيه المهارات الفنيه ديالو، وتكون متاكد من المهارات الجسد من الكونديسيون فيزيك ديالو، وتكون عارف عليه شي حوايج. يعني نتايا كتخلي مساله النجاح فقط غير مساله وقت ومساله استئناس ومساله وقت حتى يدخل في اللاعب في المجموعه. والله يهديك ترى لاعب كوب دافريك ولاعب ولاعب سميتو واش غتبقى تسنى عاوتاني نديرو؟ الله يهديك راه خصك اللاعب اللي يدخل. اعطيني اللاعب اللي جابته اعطيني اللاعب المهاجم الاخر اللي جابته الوداد وكيضرب ويدخل. ايبونا راه ريح عامين وجيبو راه دار هاد العام مالو دخل هاد العام ماركاش ريدا وهاد العام مالو فينا وهاد العام فينا وراه هادشي راه كان منتظر. جيبو راه كان منتظر انه ما لعبش النيجيري ايكو شوفو شحال ماركه من بيس سميتو ايكو شوفو ولا مارك ايكو شوشو ولا انا ما كيلعبش ما نعقلش عليه ما عقلتيش عليه نيت. واخا نشوفو السي محسن كانت عنده الكلمه ايكو شوفو لي شوفو والله العظيم لي شوفو بالله قول لي شوفو لي شوفو. شوف خويا كريم نعم خويا كريم كيما قلت لك ولاعب الحشاده راه كان مطروح على فريق الوداد كان مطروح عليه لان كيما قلت لك راه كاين الناس اللي ربما هما العين الثاقبه ديال الناصري كانوا كان انا الحشادي يشوفو قبل في نقاطو اش تقول هاد العين الثقيبه الوحيده اللي كاينه هي صاحبنا. اش تقول الله يجازيك بخير وعادي شونا بها خويا كريم وفتحي جمال هو اللي عنده العين الثقيبه خويا كريم. خويا كريم بغيت ندير واحد تدخل بخصوص الحشادي تنظر ان الوداد شي ميساج سير كمل السي عمر. لا كنقول بلي الوداد ما احترمنا الحشادي، ولكن الفريق اللي كيلعب دوري ابطال افريقيا واللي عنده ديك التركيبه البشريه يعني جيده الحشادي ما ماشي ديال الوداد. دابا انت لا شوف دابا نتايا شو عمر لا ما هو الواقع اللي كاين لا عمر هذا الواقع. قلت انا يقدر يكون مزيان ولكن لاعبين مزيان لا شوف لاعبين مزيان ولكن ماشي ديال الوداد ولا شوف عمر ماشي ديال ماشي ديال عمر شي هذاك اللاعب باقي خصو يتطور ما يمكنش لعب نص عام دابا مزيان غنجيبو للوداد ما يمكن. لا ما فهمتينيش اخويا عمر انا كنظن راه كيما استثمار سي عمر اصاحبي راه استثمار هذاك اللاعب راه ازارو ديال شي كريم وما تقولش هادشي ديال الاستثمار الله يهديكم راه خصك تجيب جوج ديال اللعابه من العيار الثقيل. اشنو هو الفرق بينه وبين ازارو؟ اه
شو شنو هو الفرق بينه وبين ازارو؟ ازارو تا هو من جديد كنلعب واخا كتقارن ازارو في الجديده مع الحشادي باقي ما وصلش للمستوى اللي كان فيه ازارو مع الجديده. شنو بغيت نقول؟ ما تلعب نص عام ازارو راه كلعب شي 3 سنين ولا عامين في الجديده. لا عامين عام ونص النص العام الاول كان غيكون بيتر وغيعيطوا ليه المنتخب راه دابا هو ضربت وصل سبعة البيوت وما يزيد. شوف كريم على ما كريم غير باش نوضح الفكره ديالي بالنسبه للحشادي الناس كتشوف لا مارش ديفوليسيون ديالو اخويا كريم يعني راه ماشي ما جايبينوش يكون هو زعما هو المهاجم الرسمي راه المهاجم الرسمي تقريبا بواحد النسبه اللي كبيره يقدر يكون المهاجم انيس سالطوني كنظن يقدر يكون نشوفوه المهاجم ديال الوليد. بالنسبه للحشادي اخويا كريم يقدر كيما جابوا تشغناوتي من بركان جابوه وطلع بروجي ديال اللعاب راه هذا هو التفكير اللي انيس انا على ذكر انيس سالطو اللي جاب الورفلي الرجاء هو اللي غادي يجيب انيس سالطو الرجاء. شوف هذه واخا شوف هذه خدها من عندي شي لا انيس سالطو غادي يجي الرجاء. شوف كريم باينه فقط واحد المعلومه بسيطه كريم باش نكمل واحد المعلومه راه ما كنبغوش نهضروا ما كنبغوش خويا كريم اذا كان ممكن تعطيني الكلمه اذا كان ممكن من تحدثتي على ليبيا وتحدثتي على اللاعبين الليبيين فموقع يعني ليبي اللي هو مقرب والموقع اللي عنده اخبار صحيحه ربط اسم سند هو في اللي بالدوري الفرنسي يعني فقط هذيك معلومه بغينا نتقاطعوا ما عندك شيء ياك ما عندك شيء ليبي مخبي عاوتاني بحال داك التونسي اللي مسكين حب الله العريسه العرش معاه ومشى عمر قلت لي بالخبر من فمي ديال سند هو في اللي كاين سي رشيد واخا الفريق ديال وكاع الخبار جبتيهم وهذه اللي بغى يقولها مسكين عمر قلت لي خطفتها ليا من فمك. لا علاش لان مطاحين ملي كيكون شوف سي رشيد عالم والله انت راك عالم غدير معك شي برنامج انت ديال الميركاتو كريم نقول لك واحد القضيه ملي كيكون الخبر عند جوج الناس من بلايص مختلفه كتكون نسبه النجاح ديالو كبيره نسبه المصداقيه ديالو كبيره. مشيتي بعيد والله الا مشيتي شوف اللي عابر عليكم هو كيتفرج فيكم كيضحك شوف كاع اللعابه المزيانين داتهم بركان وخلاتكم وخلا شنو دات بركان شنو دات وكاع اللعابه المزيانين داتهم بركان شنو ما دات والو حاليا يلا كتفاول اللعابه كلهم باش ماكوسو كاع ماكوسو لعاب كبير دات ماكوسو لعاب افريقيا دابا اسمعني دات ماكوسو بصاليف ديال الجعواني سبعه د المرات كيفاش صار جعواني مسكين جعواني سبعه د المرات الشاف شتي جعواني والله يتي في بركان يخدم فابور خدها من عندي انا جعواني كيجد 35 واسي عمر شتي جعواني كون كانوا كيخلصوا على دوك المتروات اللي كيمشيو يجيو كره بركان غرقات كون كانوا دايرين لي غير 10 دراهم كل مترو كيجري في هذاك الجنب ديال التيران كره سيده ولي حتى هو بالملاير واخا نشوفوا وبالنسبه لواحد الخبر اخر كيخص فريق الرجاء اللي راه سبق لينا ذكرناه في حصص سابقه ربما مع ساعه مع الخضره فاش قلنا ان راه اللاعبين معروضين عليهم لاعبين واحد غاني واحد نيجيري وهما لاعبين اللي في الصغار اقل من 23 سنه حاليا واحد اللجنة تكونات بعيد عليها في الاستجابات هما اللي مكلفيننا وغادي يريحوا غير شويه تعني بهذه الكلمه اللي قلتي اش بغيتي تعني كيفاش بعيد عليها في الاستجابات واش جمال بالعكس فتحي جمال تم جديد ثقه فيه باش يدير الميركاتو قال لك بعيد عليها وضح لا بعيد عليها كيفاش بعيد عليها ما فهمتش ما مدخلش في الانتدابات هو غيتكلف بما هو ديال المدرسه ديال النادي فقط اما الانتدابات ما فقط خويا كريم الناس يتحدثوا على ماكوسو بزاف ماكوسو ما كان عنده تجارب فاشله في الدوري الجزائري الدوري المصري مع وادي دجله الدوري المصري وكان مع وادي دجله في تجارب فاشله راه باش تستخدم لعاب في الجزائر وفي مصر وفشل ب 35 مليون واخا هكاك راه عليها مؤاخذات كاينه مؤاخذات عليها كاين واخا هذا السؤال انت
نكمل الفكره ديالي. عصير الليمون يقدر يوافقه كريم. نكمل غير الفكره, نكمل هي الفكره ديالي عدات لان الدكتور راجع. خليني نكمل غير الفكره على صالطه باش باش نوضح واحد المساله. كمل على صالطه ودابا تنغيرش حتى الراجا. الراجا بغينا نخليوه باش الراجا. يلا يلا نكمل صالطه مالو. وين كمل اخويا كريم؟ هضرتي قلتي لي هضرتي قلتي لي لاجون ديالو ربما هو اللي جابو الحل ولا شي. غير ما تنساش اخويا كريم راه الكونطرا العقد ديال اللاعب راه عند النجم الساحل. يعني النجم الساحل ملي غيجي عرض اللي كبير راه هي اللي غتحكم في المسار ديال اللاعب. النجم الساحل ما بقاش باغاه, كل باغاه الساحل غادي ما بقاش باغاه. وصالتو باغي يجي للعربيه تاع عربي. سي كريم, سي كريم كتعطي افتراضات صاحبي, كتعطي افتراضات اللي ما كاينش. وكريم شوف غير باش نوضحوا, دابا النجم الساحل ما باغاش اللاعب, ولكن اللاعب راه ما غاتبيعوش باقل الثمن, غاتبيعو للفريق اللي غيعطيك اكثر. يعني الوداد الى عطات واحد لوط. واش ليبيا, واش ليبيا احسن من الرجاء؟ واش هلال وهلال الليبي احسن من الرجاء؟ كيما بريطانيا وبريطانيا اهلي طرابلس. كنهضر كنهضر على الوداد اخويا كريم, كنهضر على الوداد. لا 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 اهلي طرابلس هي سيده, هي سيده القوم في ليبيا, هي والاتحاد الليبي. ليبيا ازوج فراقي هما اكثر التسويل ليبيا القاب الدول الليبي وكيلعبوا على طلائع في الشامبيونز ليغ. ولكن ما احنا كنقولوا بالنسبه للعاب غادي يفضل يجي الراجا ولا الوداد اللي يلعب في طرابلس. وضع اني سالتو, اني سالتو والدارز مع الاداره الفريق في ميركاتو ايفيرنال باش يجي للراجا. متفق مع عمر على المرحله الشتويه كان باغي يجي للراجا. وشوف كمل السي, كمل السي محسن كريم. شوف غير باش نوضحوا, الانتقالات الشتويه كانت عند رغبه يجي الراجا. غير باش نكونوا واضحين, اللاعب كان باغي يبدل الاجواء لان كنعرفوا ليبيا كيلعبوا باجواء اللي شويه غير مناسبه فهمتي الكرة القدم, لان ما كيكونش الجمهور, ما كيكونش بزاف الحوايج. غير بالنسبه فارميلي شوا خويا كريم راه معروض على فريق الوداد, والوداد ممكن الا ما لقاوش مهاجم في المستوى الكبير راه ممكن يجيبوا سالتو. ان هذيك المساله ديال ان لاجون ديالو راه مرتبط بالرجاء راه ما كايناش. لاجون كيقلب على المصلحه. شكون اللي قال لك لاجون مرتبط بالرجاء؟ وقلتي غيجي اللاعب هو اللاعب الورف اللي صاحبه, واللاعب هو اللي يعني اقترح قال لهم باغي يجي. ماشي انا ما قلتش انا ان 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 لاجون ديالهم كل سميت. وبعدا القضيه ديال الورف اللي راه فيها هضرات هي. شوف كريم, كريم موضوع اخر. شوف كريم الورف اللي ممكن ما يكملش مع الرجاء على كل بوتيت عنده عروض. شوف غير صالتو اخويا كريم راه لقيته فاش كانت الرجاء عطي له كان باغي يجي الرجاء. غير دابا الى الوداد عطات اكثر راه ممكن الوداد تجيبه. غير باش نكونوا واضحين السي محسن باش ما ندخلوش في هذه المزايدات. شكون اللي يعطي اكثر؟ راه رغبه اللاعب اللي كتحدد. شوف اللاعب راه بغى يجي لفريق معين راه ما غتنفعوا لا تزيدوا مليون ولا 10. رغبه اللاعب ماشي رغبه اللاعب. كنا الوداد في شو كريم غير باش نوضحوا ماشي رغبه اللاعب, راه كاين مساله فيها حتى العقد ديالو اللي عند النادي. اخويا حتى العقد وانت صاحبي كتقول شي حاجه ما كتدخلش للعقل. كيفاش انت يا لاعب ما باغيش يلعب في هذه الفرقه والنادي ديالو غيصيفطوا ليه واخا تعطي فيه مليار؟ رشيد والله يهديك, راه النادي كيقلب على المصلحه ديالو. نجم الساحل راه غتبغي تبيعو باكبر ثمن. ها هي النجم عطات الموافقه للوداد, هو ما بغاش يجي للوداد. ولا شوف خويا رشيد اللاعب علاش كيقلب؟ اللاعب علاش كيقلب؟ راه كيقلب على المصلحه الماليه. نبقاو نهضروا في الاحتمالات صاحبي. شوفوا بعد لي ميساج نسينا لي ميساج سي رشيد, بالي لي بلي ميساج باش نعطيو بعض الاخبار على الوداد. نكملوا ونشوفوا السي بن يحيى. السي بن يحيى اللي لابس توني ديال الرقاده وهنيئا للفريق. هذاك غادي باش تباطي الكره السي كريم. هنيئا للفريق. خالد نومار قال لك الاخوه الوداديين الحشادي الله يسخر. سفيان الحر قال لي قول غير كشكش السي رشيد. خالد نومار صح عليا قال لي ايكو تشوكو. جون دافيد اكس 1 اكن 1. سعيد هلالي اشبال لي السي كريم في العين الثاقبه كاينه ولا لا؟ طريق الحموشي الوداد 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 هضروا على بطل سوبر. راه هضرنا عليه اخويا هو الاول. راه تقيل الله جيتي راه خصصنا ليه نص ساعه الاولى كلها.
نور الدين عيسى اللي هو العيد الثقيبه ديال الوداد، ستيفان كامين حشادي عنده 23 سنه، خالد نومار فرق بينه مع ازارو هو اللاعب في جديده صبروا معاه حتى استطاع نجمه. جديده ماشي الوداد. لا هو هضر على الفرق بين ازارو وحشادي. ايه ستيفان كاميني نادي كون. هنا ستيفان كاميني كياكد الخبر اللي قال عمر على 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 الورفلي، قال لك نادي كون هو اللي في اتصالات مع الفرنسا. لا فقط الاخوان باش يطالعوا على الخبر يشوفوا الصفحه ديال فيميسا، هي صفحه ليبيه ممتازه في الاخبار الكرويه مجله ليبيه كنظن، واللي مقبل بزاف من اللعابه، فهي اللي دعت هذا الخبر لان الورفلي عنده عروض فرنسيه. صوفيا الحر قال لك في الاخير ناصر يدير ميسا يدير ميسا. ايوب جيار قال لك فريق نيم الفرنسي يا عمر مالو. ودادي بخير بن يحيى باقي كيضحك كيضحك قبيله. يوسف ابو رانيا السليفي انا جيت واحد السلام عليكم عاد فقت من القيلوله. خالد نومار قال لك ما قوصوش المليار تقريبا البركان. سعيد الهلالي بركان دات 35 مليون في الشهر والروسيطه 5 المليون في الشهر. خالد نومار صفقه ما قوصوش سوف تنهيك ميزانيه بركان وسوف وشوف تشوف واش تصدق. ايوب ابو رانيا السليكي عمر عندك الحق ما قوصو لاعب عادي. سعيد الهلالي الورف اللي لن يلعب لأي فريق غير الرجاء وهو راه معارة أخي. هشام المفتي الوداد ثلاثة الحسن الحسيمة صيرو. البنزرتي غدا سيلعب بصفر صفر عشرة. الوردي يا محسن مثل واضح يعني تكلم عن الوردي قال لي لاعب شاب ونجح. طارق الحموشي الرجاء التعاقد مع عبد الرحمه وجلال الداودي والالقاب تكون بنصيب الرجاء العالمي ان شاء الله. خويا شي اخبار على الرجاء نسيتوها ولا كيفاش عمر؟ وحنا كنهضروا عليه خويا نهضروا عليه الله يهديك. احنا كنهضروا صديق محمد يوسف منيار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه لكم جميعا مبروك للرقاده بالصعود. هذا ميساج كيوجه لبن يحيى. غادي نعطيه واحد الكلمه. ماكروسو مشى لبلجيكا وفشل فيها. تفضل سي بن يحيى. وراه مشى للميساجات البوكاري يجي البركان وينجح، هذا ماشي المهم. حنا شفنا المستوى ديالو سي بن يحيى، شفناك لابس التوني ديال الرقاده، هنيئا للرقاده طلعوا. وتقدر تقول لنا واحد الكلمه بالنسبه لهذا الفريق هذا، وغادي نخصصوا واحد الفتره زمنيه ان شاء الله الاسبوع المقبل مع رئيس الفريق باش سي بن يحيى. نعم شكرا اولا السي محمد يوسف منيار اللي كيفهمنا فهم الجدل الصعود اليوم، ونشكروه وانصار كبيره عند هذا الفريق عربي صفاو ماغوك اللي قدمتو هذا الفريق يعني في عدة مرات اللاعبين تاعو. بالمناسبة نهنيو هذا الفريق اللي دار واحد المجهود جبار هذا السنة، مخطط الصعود يعني في الحقيقة اللي من أول سنة هما كانوا في كارب باش يصعدوا هذه السنة. جد رائعة، 14 انتصار هزيمتين وتعادل، باقي مقابلة يعني مقابلة الاحتفال بهم الأحد القديم. وتحية كبيرة للرئيس الفريق سي محمد السليس بلدي السي الزياني اللي قدموا واحد الشيء كبير وكبير لهذا الفريق، وتحية للاعبين على المجهود الجبار اللي قدموها هذه السنة، والجمهور الرقادي اللي ساندهم داخل الميدان وخارج الميدان، والجزائر الرقادية اللي قدموا لهم دعم مادي معنوي كبير وكبير جدا. وحتى حنا عندنا لاعبين في المستوى، خص الفريق اللي خصو بعض اللاعبين الشبان باش يجي للفريق الرقادي باش يشوف بعض العناصر جيده وجيده جدا غادي يقولوا كلمه. ولماذا هذوك اللاعبين ديال الرقاده تا هما لا كان شي حاجه بركان راح داهم؟ ان شاء الله كاين بعض اللاعبين الان متابعين من الفريق مع بركان وهم صغار، كما قلت الان يعني او في الحلقه الفندوزي اللي ما اختارش المنتخب المغربي، يعني الفندوزي الان اخر في عين الرقاده الياس عنده 17 سنه
رقم 10 من الطراز العالي هو الان يعني في محطه يعني الانظار راه تبكل، وان شاء الله هذا عند المدرسه غادي تعطي تعطينا لاعب الكبار، ولا خوف على لا المدرسه تاع الركاده ولا تبركان، وما كوسو كما قلنا راه غادي نصدروا في سنه وسنتين، وبعد نصدروا كما صدرنا الكعب ونجي في واحد 6 مليار ولا 7 ان شاء الله. وتحيه وتحيه لكم كاملين اللي شجعتوا لنا الفريق فقسوا بعيد الركاده، تحيه السي عمر والسي رشيد والسي محسن وكل المشاهدين الكرام. واخا عنا شكرا ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله ان شاء الله غادي نستضيفوا مع السي بن يحيى رئيس فريق الركاده ان شاء الله الاسبوع المقبل، نعطيهم فرصه نشجعوا هذا الفريق هذا وناخذوا نديروا معاه واحد الحلقه مفصله ان شاء الله يوم السبت ويوم الاحد على حسب التوقيت. شكرا لك السي بن يحيى والى الاسبوع القادم. شكرا شكرا سي كريم، شكرا سي عمر، شكرا سي رشيد وجميع المشاهدين الكرام. شكرا سي بن يحيى كان معنا من باريس. واخا ناخذ كلمه اخيره من عندك السي عمر والسي رشيد بالنسبه لكم، ما رايكم هذا الشيء اللي هضرنا فيه ولا بغيتوا تهضروا شي حاجه اخرى؟ مرحبا. بغيت تكمل 3 التوايع تكمل السكور تحطم الرقبي. والله اخويا ثق بيا اخويا رشيد ثق بيا، كنت باغي نقول ليه ما كملتش ضربت 3 التوايع. ودابا كيما درنا حرنا، ودابا كيما درنا حرنا، اعطيناكم الكلمه والله تيقني اخويا رشيد، تيقني اخويا رشيد. يلا شفت، يلا بغيت نشوف شحال ديال الوقت، بانت لي ساعتين و50 ونقول نقول لك كملوا 3 التوايع. بالنسبه مع الجمهور احنا ما عندنا مشكل، كمل اسيدي. بالنسبه للكلمه الان كنتمنوا اننا نكونوا قدمنا الاضافه في حصه اليوم قهوه مع الجاليه، نتمنوا نكونوا فدنا المستمعين وصلنا لهم المعلومات الصحيحه. الهدف ديالنا حنايا ماشي نوصلوا معلومه خاطئه، الهدف ديالنا هو تنوير الراي العام والجماهير المغربيه، تقديم المعلومه. النقطة اللي نسيت ما ذكرتهاش في الأول هي الأهلي، بقى شي نقطة أخرى الأهلي بقينا هنا. نقصتها، هذه هي المهمة. كنتمنى الشفاء العاجل لسي عبد الله الحافظي، لاعب خلوق متميز أخلاق عالية. الإصابة ديالو فعلا مؤلمة بزاف وخسارة كبيرة للكرة الوطنية. فقط باش يمكن ينقل إضافة يا خويا رشيد قطعتك بخصوص عبد الإله الحافظي، فالإصابة اللي تعرض لها بليغة، وكنظن حتى مدة العودة للميادين فكتطلب أكثر من 3 شهور، كتطلب 4 إن شاء الله سيزون شهور، ربما كنظن حتى 6 أشهر. الرباط الصليبي صعيب بزاف، أقل حاجة 6 شهور. ولكن أصعب حاجة شنو هو أصعب حاجة؟ هو الترويض. راه اللعابي برا، ولكن خصو لا بيسين، خصو شحال من حاجة. وبصراحة كنا كنعرفوا استي عبد الله الحافظي والأخلاق ديالو العالية، لاعب اللي حقيقة كيلعب برجلو أكثر ما كيهضر. هادي اللي كما قال هذاك اللاعب من الشفاء العاجل، من الشفاء العاجل، ويا ربي يا ربي تشافيه وتخفف عليه، وان شاء الله يرجع لينا احسن من الاول، والله يشافيه. ونتمنى من الجمهور الرجاوي انه يدعمه نفسيا ومعنويا، فهمتي؟ لان اللاعب في هذه الفتره يكون محتاج هذاك الدفء ديال الجماهير، وهذاك ماشي انفويت تضرب صافي دوز واحد الشهر يتنسلى، خاصو يبقى مؤازر ومتابع من طرف الجماهير ويشجعوا حتى يرجع في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله هضرنا في هذا سميتو في البدايه ديال الحلقه، انا ما تكلمتش قلتها. سي عمر، هو اخي كاين شنو نقول لك؟ نتمنى ان شاء الله على اننا نعيشوا على حمى اللقاءات ديال الدوري المغربي ان شاء الله هذا الاسبوع هذا، وكذلك يعني ما نساوش حتى الشامبيونز ليغ في منازل ان شاء الله ديال الاوروب، وبالتالي يعني جايين في مانات اللي غيكونوا وماذا خويا كريم ديال الكره ديال الفرجه ان شاء الله. ونتمنوا كذلك التوفيق نادي وداد الرياضي يوم الجمعه في الرحله ديالو الى غينيا، يعني بطبيعه الحال مواجهه ديال مع حوريه كوناكري، بالتالي فنتمنوا ليه التوفيق، ونتمنوا العناصر الفرق الاحمر اللي كنظن تدري حال
كنظن بانه عشيه يوم الغد ربما كنظن او صبيحه الثلاثاء على الاقصى تقدير، لكن كنظن انه غدا مساء باقيش تبدا يوم الاربعاء. اعطينا لا ما كنظنش يوم الاربعاء، كنظن بلي مبالغ في يوم الاربعاء. ان الوداد كانت تلعب مع ربع العشيه وطلبوا من العصبه تبداو من ربع ثلاثة العشيه حتى عندهم الطياره بالتالي فما يمكنش. علاش غادي الماتش الا غيصفوا حتى الاربعاء علاش يسبقوا الماتش بساعه؟ ايوا ما كاينش دونك انا كنظن بلي على الماتش ماتش السبت الجمعه واه الله يوصل له. شوف غدا ان شاء الله غادي يمشيو مع الاربع. انا نقولك البروغرام اللي عندهم، الاربع عندهم حصه تدريبيه لازاله العياء، الخميس غادي يترينوا على ملعب المباراه، والجمعه غيلعبوا الماتش. هذا هو البروغرام اللي عندهم حاليا. ان شاء الله على 3 صباح يشدوا الطياره. ناخذ الاخ ديالنا مكالمه هاتفيه مقبله وكعيط باش نكملوا 3 السوايع. نشوفوا الاخ ديالنا من قبيله وكعيط، كان عندنا بزاف ديال ما عندنا ما نديرو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ديما الدقيقه 90. اهلا وسهلا. مرحبا اخويا، مرحبا بك. زو السد دابا لا كان عندنا بزاف ديال سميتو، ولكن انا احنا خدناك خلينا الدقيقه الاخيره وقلنا لك ما كاينش مشكل. مرحبا. بارك الله فيك خويا، بارك الله. بغيت غير نقول لك، قول لي قول لي بعدا فكرني فكرني في الاسم والمدينه. تقطع منين الدار البيضاء؟ حمزة مضايدة. مرحبا مرحبا بك اخويا، بارك الله فيك. بغيت نقول لك باللي راح نرابطكم فرحانين وناشطين على حساب نهار الجمعة اللي فاتت، وما بغيت نرجع لدوك واش كان الفار بصح في الماتش ولا ما كانش؟ كان الفار كان. واش هذوك الاخطاء الكارثية اللي البارحة كاملة ورا هضرنا عليهم في بداية ديال الحلقة، هضرنا عليهم وقلنا هذاك الفار وقيله بالنسبه لافريقيا داروا غا عياقه. راه قلنا اخويا داك الفار راه ما مديورش للمغاربه من كاس العالم، نهار كيحسبوا لك كان ضدنا صافي. الحكم قاطع انا هو اللي كان حكم ديال الفار. اوكي قاسم وشنو ما كانوا دابا الجمعه الفجر غادي؟ نعم لا قاسم كان هو الحكم. راه الفار كيكونوا فيه 6 الحكام ماشي واحد. بالنسبه للفار راه كاين واحد الخليه ديال الحكام اللي هي واحد، راه ماشي واحد صديقي. راه عرفت لا هو كيهضر على اللعاب ديال على الحكم ديال المقابله ياك قاسم. لا كان واحد الاثيوبي ولو حتى تخو المرئيه. لا كنا بحيث قاسم كان الحكم ديال الفار. لا كان قاسم هو اللي كان مسؤول الحكم ديال الفار صح. لا عنده الحق. انا عرفت قلت لي كان مع هذوك 6 الحكام ديال الفار. اكد عمر. وي كمل اخويا. واسي حمزه. واسي حمزه واش الراجل ربحات؟ هذا هو المهم. ماشي مشكل بالنسبه كل مرة كان غادي مشكلة مشكلة، ولكن الحمد لله هذا هو المهم. الحمد لله على خير. فرحنا بزاف نصطونا العظيم كيف قلنا راه عتقوا العام. كنتمناو انهم يضربوا ان شاء الله على ايطالي فور تشامبيونز ليغ العام الجاي. حنا عارفين ندير البطولة مشات وبعد باقي اللعب باقي اللعب حمزة باقي اللعب. اتونسيون بغيتي تحيد العين وقيله وباقي اللعب. وباقي اللعب غير شوف هذا الماتش ديال نهار الاربعاء، هذا الماتش ديال الكوكب ديال نهار الاربعاء هو اللي غيبين لك. حتى صعيب باش تموتيفي كما قلت انا قبيله في الحلقه، صعيب باش تموتيفي لعاب يلاه دات سوبر كوب وتجيبو تهبطو باش يلعب مع فرقه ديال اللي كتلعب على الطيوح، صعيب باش تموتيفي. ولكن الا قدرت الرجاء انها تربح هذا الماتش ديال الكوكب كنظن غادي تشعل المنافسه من جديد. احنا الا كنلعب المغاربه كامل اللعب
فهمتيني. حنا هذاك اللي كان تسمى الماتش ديال السوبر لعابه هما بغاو يلعبوا من عندهم فهمتيني. هو شوف ما عندك ما دير هادشي اللي عطاو. فهاد المجموعه اللي كانت فيها دابا مع المغاربه هذا كانوا مع الحسامي انا كنت كنضرب واحد المطرح الافريقيه كندوز الدوزيام الاولى ولكن ملي كتلعب لا هو ماشي الرجاء كان ضغط ديال المقابلات هما اللي اثر عليهم. اما الرجاء دابا ملي استراحات ولات كتلعب غير على واجهه وحده وكان عندها الوقت باش توجد السوبر كوب راه فازت به وفازت بالمقابلات اللي قبل منه. راه غير هو صعيب في الاول ملي بديتي انت لا سيزون صعيب باش تقول الجمهور غنلعب غير على واجهه ولا على جوج. هذا هو المشكل. بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور خويا صافي ان شاء الله غادي يكونوا انتدابات هذا الاسبوع. زياد قال لك من بعد ما غاديش نقدر نقولهم دابا من بعد السوبر كوب غادي يعلن على انتدابات من العيار الثقيل. حنا غادي نشوفوا هو اللي قالها نشوفوا اشنو المفاجاه اللي غادي يدير الجمهور الرجاوي. هذا الشيء اللي اسمي داودي متولي لا 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 متولي وهذوك صافي قالهم ولكن السميات اللي كاينين قال لك من جنوب الصحراء. حنا غنشوفوا اللعابه اللي غادي ونتمنى يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله خويا تبارك الله عليك وكون معنا في ساعه مع الخضراء يوم الاربعاء نهضروا غير على الرجاء منتصف الليل خويا حمزه تبارك الله عليك ان شاء الله. شكرا خويا حمزه صديق ديالي كان من الدار البيضاء صديق ديالنا حمزه شكرا. سي عمر اسمح لينا خدينا هنا المهم غير باش فقط لقاء رجع يوم السبت كان السبت لا حيت كان في السبت ورجعوا الجمعه وعاودوا رجعوا السبت واخا المهم غادي انا اللي عندي هو هذا غادي نعاود نقول بان الرحله ديال الوداد يوم الاربعاء على الساعه 10:25 نحو كوناكري. حيت الفرقه خويا كريم طلبات من العصبه طلع الماتش من 4-3 باش يمكنهم يسافروا يعني بكري. الان اتضح لانه ربما هذاك الطلب ما بقى عنده حتى شي نفع لان اللقاء ولا حتى ناصر بطبيعه الحال. انا تحريت الاخبار اخر الاخبار قبل البدايه ديال الحلقه بنصف ساعه. والمهم حنا دابا كنقولوا داكشي اللي كاين دابا غدا الا كان شي تغيير راه غادي نعاودوا نقولوا ما كاينش مشكل. راه افريقيا هذه راه بين عشر ضحى كيتبدل وغتكون مبروك عليك خويا كريم مبروك عليك الله يبارك فيك. حصه تدريبيه لازاله العياء يوم الخميس وحصه تدريبيه بتوقيت المباراه يوم الجمعه ويوم السبت كاين المقابله. هادشي اللي كاين العوده غتكون ان شاء الله يوم الاحد نتمنوا 3 نقاط بالنسبه للفريق الوداد. هندر عمر كون غدا ان شاء الله وشوف طلطب شي ضبطك شي طليله الاخوان اللي معنا الله يجازيكم بخير حاولوا شوف خويا كريم خويا كريم انا بعدا نقول واحد الشهاده حق يعني شخصك قبل ما يسالي هذا اللايف. هذا السيد هذا نهار الخميس مقابله نعاس ونهار الجمعه مقابله نعاس ضبط 3 دسوايع وحطمت فيهم الكره خويا كريم 9 دسوايع ديال لايف اقل من 3 ايام في خويا بزاف على قبل هذا الجمهور هذا الجمهور على قبل الجمهور ديالنا 72 ساعه خويا كاين 9 دسوايع ديال لايف كيدير غير كريم هذا الشيء اللي عطى الله. كونوا معنا غدا ساعة حاولوا تشاركوا معنا في اليوتيوب لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس باش إن شاء الله الفيديوهات وكل شيء غادي يكونوا تما إن شاء الله. وكونوا معنا غدا منتصف الليل ساعة مع الحمراء يوم الأربعاء منتصف الليل ساعة مع الخضراء ويوم الجمعة الجمهور حلقة مع الجمهور إن شاء الله. ويوميا خبيرات مع عمر اخبار مع عمر اللي غتلقاوها حصريا يوميا. ياك السي عمر كتوعد الجمهور ان شاء الله خويا كريم ان شاء الله. شكرا لك اخي عمر. كاين باقي شي كلمه اخرى تكمل معايا الركور؟ لا خويا الموقف ديجا صباطه يعني ما كاين. شكرا لك اخي عمر وشكرا لرشيد اللي
ساعدنا في الإعداد هذه الحلقة هذه. نتمنى وما نكونوش تقال عليكم، كونوا معنا يوم الغد إن شاء الله، وإلى اللقاء. شكرا. Thank you.